مساء الخير، اهلا بكم كل متابعي ومشاهدي قناه النادي الاهلي وبرنامجكم المميز دائما الاهلي الليله. الاهلي الليله طبعا مبروك عليكم، مبروك على كل جماهير الكره المصريه وجماهير النادي الاهلي. تفوق النادي الاهلي طبعا بالامس على الترجي في مباراه مهمه جدا. يمكن كنت بتكلم مع زمايلي في القناه وكنا دايما بنتكلم عن نتيجه المباراه، كان كله عنده ثقه كبيره جدا جدا ان الاهلي قادر على تخطي الترجي، وتحديدا كنت بتكلم مع امير هشام وبتكلم معاه في المباراه دي وبندردش، فالكلام ما اختلفش خالص، الكلام ما اختلفش خالص، وكانت ثقه كبيره جدا جدا من كل الناس بصراحه ومن كل الزملاء هنا في القناه ان كلنا ثقه في الفريق، وخاصه كمان لما تكون البعثه الرسميه بقياده الكابتن محمود الخطيب رئيسها للبعثه. شفنا المشهد وشفنا الاجواء، وكانت قناه النادي الاهلي موجوده دقيقه بدقيقه وموجوده في الحدث، وشفنا لقطات خاصه جدا على شاشه قناه النادي الاهلي. زميلنا كريم احمد قدم تقرير مميزه جدا، شفنا الكابتن الخطيب وهو بيستقبل اللعيبه في المران قبل المباراه، وشفنا بعد المباراه وهو بيشكرهم وهو بيستقبلهم في مقر اقامه الفريق. في الحقيقه يعني مواقف كبيره جدا للجميع سواء كان اللاعبين او الجهاز الفني او رئاسه البعثه. مش هطول عليكم لان معانا النهارده كلام كتير ومعانا كواليس مهمه، لكن خلينا نرحب بزميل امين هشام. مساء الفل يا امير. مساء الفل عليك يا استاذ ايهاب، تحياتي ليك وتحياتي لكل مشاهدي ومتابعي قناه الاهلي في كل مكان، وحلقه جديده من برنامج الاهلي الليله، هذا البرنامج اليومي اللي بنحاول نظهر من خلاله لكل جمهور واعضاء النادي الاهلي في كل مكان، ونحاول نقدم لهم كل الاخبار وكل الجديد اللي بيخص النادي الاهلي بشكل عام. لكن في البدايه طبعا الفرحه حلوه جدا كالعادة، بنكسب في رادس بوب، وأكيد يعني الأهلي أدى أداء أكثر من رائع، فوز جيد جدا، كل اللاعبين بصراحة والجهاز الفني عملوا مباراة كبيرة جدا، كنا الأخير في المجموعة من 3 مباريات بس بين الأول، فبصراحة مجهود كبير جدا يشكر عليه الجهاز الفني واللاعبين. يا بوب تلاقي نفسك بعد مباراتين موقفك صعب جدا سواء كان مباراة كامبالا أو مباراة الترجي في برج العرب، ثم في 3 مباريات واحدة بس على ملعبك واثنين بره بتستعيد السيطرة وبتتسيد المركز الأول وبتضمن التأهل وبتغير المجموعة رأسا على عقب. هو ده دايما الأهلي اللي دايما بنشوف إنه يقدر يغير النتيجة طول ما أنت ليك حظوظ، طول ما الأرقام ولغة الأرقام ما بتكذبش، لسه ليك يعني تقدر تنفذ حاجة، بيبقى في ثقة كبيرة. مش عايز أقول لك يعني أنا لازم نوجه شكر كبير جدا لجماهير الترجي، جماهير الترجي اللي باتت هي وجماهير الاهلي بيعزفوا منظومه كده خارج السرب امير في الاحترام المتبادل وتقدير الفرقتين، ويعني الاهلي هيلعب في الترجي، جماهير الترجي تتكلم وتقول احنا عايزين نستضيف جماهير الاهلي ونشوفها ونتكلم معاها، والعكس الترجي يلعب في مصر جماهير الاهلي تكتب يا جماعه هتنوروا بيتكم هتنوروا بلدكم الثانيه. فبالتالي حاله من الاحترام والتقدير بين الجماهيرين يا امير، وده حاجه ممتازه. اكيد طبعا تحياتنا لكل جمهور الترجي، جمهور محترم جدا، امبارح كانوا متواجدين في المدرجات بيشجعوا في فرقتهم بمنتهى الاحترام. اكيد كمان احنا كنا مبسوطين كاهلاويه ان الفريق متواجد في ملعب رادس، وكالعاده بنكسب كمان على الترجي هناك في هذا الملعب الاصبح يعني بقى مميز جدا بالنسبه لنا وبقى فال حسن بالنسبه لنا. خليني اقول لك يا استاذ ايهاب بشكل عام يعني البطوله دي فيها بعض التشابهات على او من خلال بطوله 2013 بتحديد، اخر بطوله فاز بها النادي الاهلي بدوري ابطال افريقيا كان مستر او كابتن محمد يوسف كان المدير الفني في هذا التوقيت لو تفتكر، وكانت البدايات في دوري المجموعات مشابهه شويه للبدايات او مشابهه بشكل كامل كمان لبدايات هذا الموسم، اتعادلنا ساعتها مع الزمالك وخسرنا من اورلاندو لو تفتكر في الجونه، وبعديها او الناس كلها في هذا التوقيت شككت في ان النادي الاهلي ممكن ينافس على اللقب، لا بس النادي الاهلي قدر كالعاده ان هو يفوز بهذا اللقب وينافس بكل قوه، وكانت اخر بطوله بالنسبه لنا. المره دي نفس الامور متشابهه، خسرنا مباراه وتعادلنا مباراه في البدايه، لكن قدرنا ان احنا كمان نرجع في البطوله كالعاده، البعض يمكن شكك ايضا شويه وعلى مقدره النادي الاهلي في العوده على المنافسه على هذه البطوله. لكن يا امير لازم تعذر الناس لان البعض اللي بيشكك الامر كان صعب جدا. اكيد طبعا انت اول مباراتين خلاص انت بره السرب خالص يعني يعني ما تتوقعش انك في 3 مباريات اللي كانوا جايين مباراه على ارضك واثنين بره بالزبط. تحسمهم بهذا الشكل اكيد كان البعض شايف ان الامر صعب، لكن في الامور الصعبه دي بتلاقي فرقه الاهلي على الوعد والعهد دايما.
رجاله النادي الاهلي طبعا بيكونوا في التوقيت وفي الموعد بشكل دائم، وده اللي تعودنا عليه من خلال النادي الاهلي، ودي سمه اساسيه من سمات النادي الاهلي. لكن في بعض الامور عايزين نتكلم فيها كده يا استاذ ايهاب، وخاصه ببعض اللاعبين، وبالتحديد انا عايز اتكلم عن وليد سليمان. بصراحه ما شاء الله عليه لا قوه الا بالله الفتره اللي فاتت، او بالتحديد من خلال معسكر كرواتيا. يمكن انا كنت متواجد بحكم شغلي هناك مع قناه النادي الاهلي، وكنا بنغطي المعسكر الاعدادي بالنسبه للفريق قبل بدايه الموسم. وليد سليمان ظهر بشكل اكثر من رائع، وكان عنده نيه كبيره جدا ان هو يعمل موسم كبير جدا، وده اللي باين بالنسبه لوليد سليمان. في المعسكر كان بيأدي تدريبات بمنتهى القوه كانه واحد عنده 20 سنه، والمباريات الوديه كمان كلها تقريبا احرز فيها اهداف. فنتيجه التعب والمجهود الكبير اللي عامله خلال المعسكر ابتدى بدايه ولا اكثر من كده طبعا حلاوه او جمال بالنسبه لوليد سليمان. الراجل بيشيل النادي الاهلي بشكل كبير جدا هو وزملائه بالطبع، لكن بالتحديد وليد سليمان عامل مجهودات اكثر من رائعه مع النادي الاهلي خلال الفتره دي يا استاذ ايهاب، لو تتفق معايا. اكيد يعني وليد سليمان واحد من اللاعبين المميزين. النادي الاهلي ال11 لاعب اللي بينزلوا يمثلوه بيبقوا متألقين جدا، بيحاولوا يأدوا كل اللي عليهم، لكن زي ما انت بتقول يا امير كده في بعض اللعيبه يعني ال 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 القوه والاداء والتفاني والرجوله الزايده بتبقى باينه سمات. وليد سليمان مهما نتكلم، وليد سليمان واحمد فتحي وناصر ماهر طبعا المتألق واللي ظهر بشكل جديد، اكرم لما نزل ادى وادى كل اللي عنده، واول مباراه افريقيه للاثنين بالظبط. ولكن الاداء بقى، الاداء النهارده كل اللعيبه بتلعب بشكل ازارو، الراجل عمال يهد في خط الدفاع ويلعب بشكل كويس. لكن يا امير امبارح انا وقفت قدام لاعب في دفاع النادي الاهلي، سليف كولوبالي، ده احطه على جنب لان سليف كولوبالي ده بيكتب تاريخ وبيعزف عزف منفرد. اكيد كولوبالي برضو اللي الناس شككت فيه وقالت وشويه يقول لك اصل ده طويل مش عارف يلعب اللعب الارضي، اصل ده مش عارف ايه، ما هو انت مش لاقي يعني حاجه تقولها على لعيب فبتفضل تتكلم كتير قوي. لكن هي النصيحه دايما انتظر واصبر وشوف اللاعب اللي قدامك علشان تقدر تحكم عليه صح، لان في الاخر كلامك انت اللي بيطلع غلط. وبالتالي سليف كولوبالي لاعب مميز جدا، ولاعب ادى باداء مميز جدا، وبيثبت كل يوم عن التاني امير انه يستحق ان يكون موجود في الحته دي. فسليف مهما تتكلم عليه حطه في جنب دلوقتي لوحده. لكن اللاعب اللي عايز اكلمك عليه في خط دفاع الاهلي هو سعد سمير. سعد بصراحه انا ما اعرفش كان بيعمل ايه امبارح في المباراه، وطبعا كان متالق جدا كعادته، راجل قوي كبير كمان فايتر قوي، لكن كان مبتسم على طول وعمال يهزر مع لعيبه الترجي. كل موقف كده ثنائي تلاقي اللعيب اللي قدامه بيضحك ومهدي الملعب مش متنشن الدنيا. فاعتقد ان سعد وصل لحاله من النضوج ان هو بيقدم مباراه في وسط الجو الصعب ده ومتمالك اعصابه، وحتى المنافس في الناحيه الثانيه مسيطر عليه تماما. بالظبط دي ميزه كبيره جدا عند سعد سمير. خلاص سعد سمير زي ما حضرتك بتقول يا استاذ ايهاب وصل لمرحله النضج بشكل كبير جدا، لاعب مهم جدا جدا في صفوف النادي الاهلي ومدافع مميز، وبادي موسم اكثر من رائع بالنسبه لسعد سمير. بصراحه نتمنى له دايما التوفيق، وهو لعيب دولي كبير ولاعب مهم بالنسبه للنادي الاهلي. الجزئيه الاخرى اللي لازم نتكلم عليها وندي له حقه مستر باتريس كارتيرون. مستر باتريس كارتيرون يعني دي خامس او سادس مباراه ليه في الموسم مع النادي الاهلي فور توليه المسؤوليه، مباريات رسميه لعب خمس مباريات رسميه تقريبا بس، لكن بالتحديد عايز اتكلم عن بطوله افريقيا. الراجل لعب ثلاث مباريات، كان جاي النادي الاهلي المركز الاخير عنده نقطه، لعب ثلاث مباريات فاز الثلاث مباريات من غير ما يستقبل اي هدف واحرز خمس اهداف. فبالتالي الراجل ده عنده تمرس في القاره الافريقيه بشكل كبير، وخصوصا ان احنا عارفين ان هو حقق بطوله دوري ابطال افريقيا قبل كده مع تي في مازيمبي الكونغولي، وكمان السوبر الافريقي، ومسك منتخب مالي. فالراجل متمرس في افريقيا بشكل كبير جدا، وعارف كل المعوقات اللي ممكن تقابل اي فريق بيواجه او بيشارك بالتحديد في بطوله دوري ابطال افريقيا. الراجل كمان ليه تصريح مهم جدا، قال انا جاي عشان احرز بطوله دوري ابطال افريقيا. اذا كان اختيار اكثر من رائع من قبل مجلس اداره النادي الاهلي ولجنه الكوره بقياده الكابتن محمود الخطيب في اختيار هذا المدرب المناسب والملائم للنادي الاهلي واسلوب لعب النادي الاهلي وطموحات كمان النادي الاهلي. مش اي مدرب يجي يا استاذ ايهاب يقدر ان هو ينفذ الطموحات اللي بيعملها كل جمهور النادي الاهلي. حتى الان الراجل بصراحه شايفين منه اداء جيد، يعني مقبول كمان بالنسبه ان هو لسه بقاله خمس ست ماتشات بس مع النادي الاهلي. كمان التشكيله تغييراته وتدخلاته في تغييرات في توقيتات مميزه ومميزه، واكيد كمان بفكر مميز تكتيكي كمان بالتحديد مستر باتريس كارتيرون. انا متفائل بشكل كبير جدا بالراجل ده يا استاذ ايهاب، وخصوصا ان بداياته مبشره جدا مع النادي الاهلي، وعارف بشكل جيد جدا قيمه النادي الاهلي. كان ممكن النادي يتعاقد مع مدرب عنده سي في اكبر من كده ومدرب اوروبي باسم
كبير جدا زي ما كنا بنسمع وكلام من ده، لكن كان ممكن ما ينجحش. واحنا كان عندنا تجربه قبل كده، مستر مارتن يول كان جه الراجل يمكن خد الدوري مع النادي الاهلي، بس ما كانش هو ده او ما كانش الاسلوب اللي بيلعب بيه النادي الاهلي، طموحات النادي الاهلي، البطولات اللي احنا كنا بنحاول نحققها ما اتحققتش من خلال مستر مارتن يول. ومستر مارتن يول اسم كبير جدا في اوروبا، ومسك توتنهام ومسك انديه كبيره جدا في اوروبا، فبالتالي مش الاسم دايما او السي في دايما هو اللي يقدر يخليك تكسب بطوله او يقدر يخليك تحقق طموحاتك. لكن مستر باتريس كارترون بالتحديد، مستر كارترون واحد من المدربين المميزين جدا، لكن ما تنساش ان في اداره كره كبيره في النادي الاهلي ومجلس اداره واعي، عارف احتياجاته كويس قوي وعارف هو بيعمل ايه بشكل علمي وبشكل كبير جدا، واكيد الاختيارات بتكون من الانسب لانهم عارفين الاحتياجات اللي هم عارفينها. التوقيت كان مزنوق شويه وكان في بعض المشاكل على اختيار المديرين الفنيين وبعض العراقيل الخارجيه اللي احنا في غنى عن التحدث فيها الان، ولكن اختيار مدير فني عنده خبرات داخل الدوري المصري، عنده خبرات داخل البطوله الافريقيه، كان ده التحدي الاكبر، وقدرت توفر اللي انت عايزه وبالرقم اللي انت عايزه، وده كان تحدي وتم بالزبط تحقيقه بشكل كبير والراجل جدا. والراجل كان نفسه يجي جدا استاذ ايهاب يمسك النادي الاهلي، عارف قيمه وقامه النادي الاهلي في افريقيا بكل تاكيد. طبعا واكيد هو واحد اكد على وجوده من خلال بدايته الافريقيه وبدايته المحليه ايضا. وانا بقول لك ان كارترون لسه ما قدمش اللي عنده بالزبط. واكيد مع كارترون جهاز معاون محترم جدا، جهاز معاون أكيد محترم جدا بيساعده وحطه على الطريق وكلهم شغالين بالعمل الجماعي، وبنشوف دايما يا امير النقاش اللي موجود بين الجهاز الفني. لكن اكيد دلوقتي محتاج اعرف ضيوفنا وفقراتنا النهارده علشان نستمتع معانا النهارده ايه ان شاء الله. بس قبل ما نقول ضيوفنا وفقراتنا استاذ ايهاب، انا عايز اسالك على مدى قانونيه جزئيه معينه كده، هل النادي الاهلي يقدر يلعب كل مبارياته بعد كده في رادس، سواء بطوله الدوري، البطولات المحليه، البطولات الافريقيه، اي حاجه؟ متاثر شويه انت بالسوشيال ميديا ورسالتك وصلت، لكن كل الاحترام طبعا للملعب الاولمبي طبعا برادس. النادي الاهلي يستطيع ان يلعب في اي ملعب وتحت اي ضغط طبعا. خليني اقول لك في رساله مهمه جدا، شفنا قد ايه جنبات ملعب رادس مليانه ومليئه بالجماهير، نتمنى من كل المسؤولين ان مباريات النادي الاهلي الافريقيه المقبله تكون فيها اعداد جماهيريه. مش ممكن يا جماعه الاهلي او اي فرقه مصريه بتطلع تلعب بره تحت ضغط جماهيري في حدود 50 و60 و70 الف، واحنا هنا لسه بنتكلم في 5 وفي 10. اعتقد ان النادي الاهلي يحتاج دعم جماهيره في المباريات المقبله، واكيد رسالتنا هتوصل المسؤولين، واكيد كل اللي شاف مباراه الامس امام الترجي وشاف الملعب الاولمبي في رادس وعدد الجماهير دي كلها، وان لعيبه النادي الاهلي وفيها لعيبه بتحط رجليها في افريقيا لاول مره تلعب تحت الضغط الجماهيري ده، اعتقد ان ده في استعداد جيد جدا لمثل هذه المباريات. وطبعا بنبارك مره اخرى للنادي الاهلي والبعثه اللي وصلت النهارده عصر اليوم سلامة الله. تمام، اكيد مبروك لكل جمهور النادي الاهلي هذا الانتصار الهام جدا، ومش بس ده هدفنا ان احنا نفوز في مباراه في الدور او المجموعات من دوري ابطال افريقيا، لكن الهدف الاساسي دايما هو الفوز باللقب. فرحتنا مش هتكمل غير لما نكسب ان شاء الله بطوله دوري ابطال افريقيا ونرجعها لدولاب بطولات النادي الاهلي بعد غياب 5 سنوات، ده بالنسبه لنا كتير جدا. ان شاء الله رجاله النادي الاهلي والجهاز الفني عندهم القدره الكافيه والطموح الكافي لتحقيق هذا اللقب باذن الله، فبالتالي مبروك لكل جمهور النادي الاهلي. نروح بقى لفقراتنا النهارده من برنامج الاهلي والليله، والنهارده هيكون عندنا ايه؟ الجزء الاول هيكون معانا فقره حواريه هامه جدا هيقدمها لنا الاستاذ ايهاب الخطيب، وهيستضيف خلالها اللواء حرب الدهشوري رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم الاسبق، اكيد هيكون حوار مهم ومميز جدا مع الاستاذ ايهاب الخطيب. الجزء الثاني هكون معاكم وبعض الفقرات سواء الاهلي في كل مكان، ودي فقره خاصه بجمهور النادي الاهلي بالتحديد، من خلالها بنحاول نوصل لعدد كبير من جمهور النادي الاهلي، نعرف اراءه، طموحاته، تمنياته بالنسبه للنادي الاهلي، وبالتحديد كمان النادي الاهلي بيمثل لجمهوره ايه، هتكون فقره مهمه جدا وهي فقره خاصه بجمهور النادي الاهلي. ايضا هيكون عندنا تقارير خاصه بالجانب الاجتماعي والخدمات الاجتماعيه اللي بيقدمها مجلس اداره النادي الاهلي في افرع النادي المختلفه سواء الجزيره او مدينه نصر وايضا الشيخ زايد، وهيكون معانا فقره اخرى هقدمها لكم ايضا وهي فقره الاهلي في كل حته، وبتتعلق بكل الأندية اللي تحمل اسم النادي الأهلي في كل الوطن العربي، أكيد هتكون فقرة مميزة جدا. بعد الفقرة دي أو بعد الجزء ده بالتحديد هنرجع للأستاذ
إيهاب الخطيب، واللي هيستضيف طبعا الكابتن ناصر عباس الحكم الدولي السابق. أيضا هتكون فقرة مميزة جدا هنتكلم فيها أو هيتكلم فيها بالتحديد أستاذ إيهاب الخطيب عن بعض الأمور التحكيمية اللي ممكن تفيد بشكل كبير جدا جمهور الكرة المصرية وجمهور النادي الأهلي بالتحديد. الجزء الثالث والأخير وهي فقرة الكرة العالمية واللي هيقدمها لنا زميلنا عمر ربيع ياسين، وأكيد هي فقرة مميزة ومهمة جدا بالنسبة لكل الجمهور بشكل عام المتابع والمحب للكرة العالمية بشكل كامل، وخصوصا أن خلاص معظم الدوريات خلاص ابتدت، يعني النهاردة من ساعة تقريبا ابتدى الدوري الإيطالي، قبليه كان الدوري الإنجليزي، بعض الدوريات خلاص ابتدت، فبالتالي هيكون في أخبار كتيرة جدا مع عمر ربيع ياسين. طبعا الفقرة دي أكيد هتكون فقرة مميزة. دي فقرات الأهلي الليلة النهاردة، لكن خلينا سريعا نروح للأستاذ إيهاب الخطيب عشان يقدم لنا أول فقرة. شكرا أمير، دايما بسعد لما بكون موجود معاك وبأرائك التحليلية المميزة. أكيد طبعا زي ما قلت لكم بعثة النادي الأهلي تصل أو وصلت عصر اليوم بالسلامة إلى أرض الوطن، وطبعا وصلت كل البعثة، يعني علي معلول بس هو اللي ما وصلش، مستأذن من كابتن محمد يوسف، هيقعد يوم مع أسرته وإن شاء الله هيجي بكرة بالسلامة. وشارك @الاهلي.com طبعا ده الرابط اللي وضعه مجلس إدارة النادي الأهلي لمشاركة الأعضاء طبعا مقترحات أعضاء الجمعية العمومية حول بنود مشروع اللائحة، وحددت يوم 9 من سبتمبر المقبل كآخر موعد لتلقي المقترحات، وإن شاء الله لائحة النادي الأهلي طبعا تكون على قدر أعضاء الجمعية العمومية، وطبعا في مشاركة كبيرة جدا. طبعا على الصورة اللقطات الخاصة اللي موجودة اللي جات لنا من تونس، قناة النادي الأهلي كانت موجودة في كل وقت مع الفريق، ونقلت لنا بصراحة يعني فعلا نقلت لنا كل التفاصيل، ويعني احنا شاهدنا كأننا موجودين، شاهدنا كل الكواليس في المعسكر وأثناء الذهاب للملعب وبعد المباراة. يمكن بعد المباراة كان في استوديو رائع هنا بيديره الكابتن سيد عبد الحفيظ، كان في كل التفاصيل وكان في الفرحة من داخل غرف الملابس، وكانت فرحة كبيرة جدا. وزي ما وعدناكم التطوير اللي في قناة النادي الأهلي في المرحلة المقبلة برئاسة الأستاذ خالد توحيد، يعني نأمل أن يكون ماشي بالشكل اللي انتم مستنيينه، ولسه القادم أفضل إن شاء الله التواجد مع فرق النادي الأهلي كلها بقى إن شاء الله، مش كرة القدم بس، وكمان اللي احنا شايفينه قدامنا ده انك تبقى موجود على طول ومتواكب على طول في هذا التوقيت، وكل صغيرة وكبيرة امام جماهيرك وعلى شاشة قناتك، اكيد ده نجاح كبير جدا، واكيد ده متواصلين فيه في المرحلة الجاية، واكيد ده بيخليكوا دايما واثقين في قناتكوا وشايفين كل حاجة وشايفين المجهود الكبير. لسه القادم افضل، ولكن سريعا اروح لزميلي امير هشام مرة اخرى. تمام، اكيد اخبار كانت مهمه جدا خاصه بالفريق الاول لكره القدم بالنادي الاهلي اللي يمكن فرحنا كلنا من خلال الفوز بالامس على فريق الترجي التونسي بنتيجه 1-0، هدف احرزه وليد ازارو، لاعب مميز جدا بالتحديد وليد ازارو. يمكن مع بدايه الموسم كان في كلام كتير جدا على وليد ان هو جاي له عرض عايز يمشي، الامور يمكن ما كانتش واضحه شويه لجمهور النادي الاهلي، لكن كنا اكدنا قبل كده والناس يمكن ما صدقتناش شويه ان اللاعب كان سايب الامور كلها لاداره النادي الاهلي، كان ممكن ان هو يكون عنده طموح اخر ان هو يكمل، لكن المفاوضات فشلت، فبالتالي الراجل مكمل في النادي الاهلي بيلعب بكل قلب وبكل احترافيه مع النادي الاهلي، وده اللي شفناه من خلال وليد ازارو حتى الان مع بدايه الموسم ده، خلال 4-5 ماتشات الراجل جايب 3 اجوان تقريبا، فبالتالي مهاجم مميز جدا ولاعيب مميز جدا، واكيد معاه لاعبين كمان بيساندوه وبيأدوا اداء اكثر من رائع مع النادي الاهلي خلال الفتره دي. ممكن يكون الاداء بالنسبه للفريق ككل لسه مش ده طموح النادي الاهلي او مش طموح جمهور النادي الاهلي بالتحديد، لكن مع توالي المباريات مع توالي البطولات اللي بيشارك فيها النادي الاهلي والمنافسات العديده اكيد ان شاء الله الاداء هيكون افضل من كده بكتير، لكن الاهم دايما هو الفوز واسعاد جمهور النادي الاهلي في كل مكان، وده اللي وضح من خلال مباراه الامس. الجهاز الفني الجديد بقياده مستر باتريس كاتلون معاه كمان كابتن محمد يوسف مدير فني قدير كان قبل كده متواجد مع النادي الاهلي، قدر ان هو يحقق بطوله دوري ابطال افريقيا سوبر الافريقي، الراجل عمل مجهود كبير جدا مع النادي الاهلي، فبالتالي اكيد جهاز فني محترم جدا سواء في ظل تواجد مستر باتريس كاتلون كابتن محمد يوسف والعناصر المميزه. النادي الاهلي عمره ما بيقف على لاعب ولا اثنين، شفنا امبارح ناصر ماهر اكرم توفيق اول مباراه افريقيه ليهم، فبالتالي كلها امور جيده ومبشره جدا بالنسبه للنادي الاهلي.
هنروح بقى لاول فقره واللي هتكون للاستاذ ايهاب الخطيب اللي هيستضيف فيها اللواء حرب الدهشوري رئيس الاتحاد المصري الاسبق لكره القدم، لكن بعد الفاصل استنونا. اهلا بكم من جديد، فقره حواريه مميزه جدا مع واحد من رموز الرياضه المصريه، مع واحد اطلق عليه رجل المهام الصعبه. ليه رجل المهام الصعبه؟ لان كل ما يبقى متواجد في منصب معين او تايم معين او وقت معين تكون في كده بعض اللخبطه وبعض الامور في الواقع القروي وما اكثرها، وكذلك هو رجل من قيادات الداخليه الكبار، وهو أيضا نجم من نجوم القرى المصرية. ويا سلام بقى على جيل الستينات والشواكيش والأداء العالي، واحد من أبرز نجوم الكرة المصرية اللي ليه بصمة في لعبتها وفي إدارتها، واللي ليه بصمة في إدارة الكرة المصرية، لواء حرب الدهشوري. شرفنا منورنا. أهلا يا هبي، سعيد إن أنا معك النهاردة. أنا اللي مبسوط إن أرقام كبيرة زي حضرتك ومشرفني ومنورني. يا رب يخليك يا هبه، سعداء بيك جدا. استاذنك نطلع ناخد كلمه على حضرتك ونرجع نتواصل. اتفضل يا حبيبي. فاصل سريع ثم نتواصل. يعتبر اللواء يوسف الدهشوري حرب احد رموز اتحاد الكره واحد الرؤساء التاريخيين للجبلايه، بعدما جاء على راس منظومه الكره المصريه للمره الاولى بدايه التسعينيات معينا، ثم انتخب مرتين لرئاسه اتحاد الكره كان اخرها عام 2000. يملك الدهشوري سجلا حافلا من المواقف في رئاسته لاتحاد الكره، كان حريصا على مصلحة كرة القدم المصرية حتى ابتعاده عن العمل العام باستقالته من رئاسة الجبلاية عام 2004. الدهشوري حرب ضيف الأهلي الليلة. طبعا هو رجل المهام الصعبة ورجل النزاهة بقى في الرياضة المصرية. سيادة اللواء، وما أكثر طبعا حال الكرة المصرية وتشابهها واختلافها، ولكن يبدو أن الدنيا بتتطور بشكل كبير جدا. أنت شايف حال الكرة اليوم دول إزاي؟ أولا أنا سعيد أن أنا معاك النهاردة إيهاب. ربنا يخلي حضرتك. أنك راجل جاري أولا. ربنا يخلي حضرتك. وراجل لك عمق كبير جدا. أنا بنصلي الجمعة في مسجد واحد. مسجد واحد طبعا، وعمق كبير جدا في الرياضة حقيقة طول عمرك حضرتك. يعني من حال كرة القدم في مصر متخلف بمعرفة المسؤولين عن اللعبة نفسها، اللي المفروض يصعدوا باللعبة ويدوها المقام بتاعها، انما هم الاختيارات اختيارات في المراكز الرياضيه في القيادات اللي موجوده، مفروض من مدرب من مدير فني لحد ما تصل الى الاداري الصغير، لحد ما تصل اللعيب الكبير، لحد ما تصل اللعيب الصغير، بتلاقي الاختيارات كلها اختيارات بجانبها التوفيق. هل ده عمد ولا مش عمد؟ هو للاسف ولا هو ده المطروح؟ للاسف ان 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 اعضاء المجلس دول كلهم حبايبي وكلهم ولادي وكلهم انا يمكن يعني كانوا من معايا يعني في الشغل، وهم كلهم ما يقصدوش انه يعملوا كده، انما هم تعودوا ان الاختيارات دايما تبقى ايهاب صاحبي، يبقى لازم ايهاب يبقى معايا، وإيهاب يجي يمسك فرقة، إيهاب يمسك مدير فني، إيهاب يمسك مدير الاتحاد الكورة، مش الاختيارات اللي هي الكفاءة، القيادة، الخلق، الأداب، التاريخ العظيم جدا في الرياضة. دي حاجات كتير جدا بتبقى دايما تفضل الناس اللي هتسندني. هل ده في كل المناصب حضرتك؟ لكن للأسف أنا في يعني لما كنت ماسك الاتحاد ما لا يمكن بفكر ان انا اجيب واحد مثلا صاحبي يبقى
يبقى معايا في لا صاحبي اتكلم على الحته دي. طب اللي هو حرب الدهشوري لما كان مسؤول عن اداره الكره المصريه كان بيختار الاجهزه الفنيه واصحاب الادارات في اتحاد الكره ازاي؟ لا العمليه كانت بتاخد وقت كبير جدا ولازم يستطلع راي اتحاد الكره بشفافيه كامله وكل واحد يبقى مجهز. وبنعمل يعني انا فاكر مره كنا لما نيجي نختار في حصلت تاريخ في تخلف شويه في هزيمه شويه فبنعمل اجهزه جديده طبيعي. كنت اطلع مين بقى؟ اطلع عصام عبد المنعم، سمير زاهر، هاني ابو ريده. كنا نطلع اربعه يجيدوا التحدث، يجيدوا الاختيار، يجيدوا عندهم تاريخ، عندهم خبره، يطلعوا ومع المجلس على طول في اتصال مباشر علشان يختاروا مدرب. احنا لما جينا نخطط لكره القدم في مصر بعد مرحله ضياع خططنا لها يعني فتره كبيره جدا ومجموعه كبيره جدا خططت، كان منهم لا يقل عن 20 يوغوسلافي وروماني. ده كان في سنه 2000. كان رئيس المجموعه اللي بتخطط معانا كرامر. كرامر ده استاذ محمود الجوهري. كرامر ده اللي اعلى قيمه الرياضه الالمانيه في بلده. كرامر وجاب بقى مجموعه يوغوسلاف واتعملت خطه غير عاديه واتعمل مؤتمر كبير في نادي ضباط الشرطه. حضروا بقى، كان بقى الاساتذه بقى الاعلاميين بقى، عقبالك تبقى زيهم ان شاء الله. نجيب المستكاوي الله يرحمه وعبد المجيد نعم ده من الاعلام وناصف سليم اعلام زي ما تشوف طبعا الله يرحمه واستاذنا الكبير حسن وكان على راس الترابيزه قاعد حسين كامل بهاء الدين وزير التربيه والتعليم، دكتور عبد المنعم عماره حرب الدهشوري، وكان المقرر بتاع الجلسه الاستاذ فهمي عمر. وقعدت مجموعه كبيره جدا من الخبراء المصريين يخططوا مصر كلها ويجهزوا علشان يعرضوا على هذا المؤتمر. صدقني هذا المؤتمر اتنفذ بنسبه كبيره جدا وكان في نسبه كبيره جدا موجوده في الصعيد. انت بتكتشف مواهب عشان تقدمها لكره القدم في مصر، مواهب على ارض مصر كلها. انا شايف انه لازم التاريخ يتعاد تاني ولازم اللي حصل. هاني ابو ريده راجل من الخبراء، هاني ابو ريده كان من الاولاد المميزين اللي كانوا موجودين في هذه هاني ابو ريده شارك في وضع هذه الخطط وفي هذه البرامج. خلاص بقى انت عارف كل حاجه يعني. هات الناس ثاني، في ناس عايشه، في ناس عايشه من الناس اللي خططت دي، ناس موجودين. لان كره القدم في ضياع، انسى في ضياع انسى كره القدم. احنا كنا فاكرين والراجل كوبر ده يعني ما اداش رسالته كما يجب ان يكون. يبقى دام في ضياع يبقى لازم تبدا، وعشان تبدا لازم تجيب اساتذه، والاساتذه موجودين. والاساتذه انتوا بتبعدوا عنهم وما بتجيوش الاساتذه، مش اساتذه مش حرب، لا حرب ابعد، لا عمره هيجي ولا عمره. انا بتكلم على الاساتذه اللي حطت الخطط. طب وليه لا؟ لو حد طلب من حضرتك التعاون هتتعاون ولا هتقفل باب؟ خليها كده احسن، كده احسن، كده احسن. انا شايف كده احسن كده والله أحسن. والله العظيم يا خطيب بيه ان فيه ناس تقدر تخلق من الفسيخ شربة، تقدر تعمل من الكوره حاجه. هاتهم يا هاني، انا بقول لك للمره الخمسين هاتهم يا هاني. انا عندي مراجع لا يقل عن 15 20 مرجع، كل مرجع فيه 300 صفحه اللي حطوه الناس دي مش انا. طب اقول لحضرتك حاجه رد لازم الناس دي تتواجد، لازم الناس دي تتواجد كويس. هيقول لك الحاجات القديمه دي خلصت، قديمه اتطورت قديمه والدنيا اختلفت والكره زمان مش عارف كانت ايه ودلوقتي الكره كانت. مش دول بنسمعها؟ ما دول انت عارف دول عمل. اقول لك على حاجه، دول بعد ما خططوا واتعمل مؤتمر والمؤتمر كان تنفيذ، وكل واحد من المؤتمر من الاسامي دي حوالي 30 40 مدرب اجنبي وغير المدربين المصريين وغير الفنيين المصريين، انطلقوا من قنا واسوان لحد اسكندريه، انطلقوا توزعوا قاعدين مقيمين كويس، مقيمين يكتشفوا المواهب كويس. وخططهم اتنفذت 72% من نتائج. انت اديك انت راجل تاريخ وعلامي في الاعلام، 70% من النتائج اللي تحققت في تاريخ كرة القدم فاصل تحققت وقت الناس دي، وحتى الناس دي اللي عملت كده، حتى الاجيال اللي كملت بالدراسات سواء كان 2006 او 2008 كانت نتاج طبعا الشغل ده مظبوط، لان دول كانوا المنتخبات الصغيرين ساعتها. وكل دول كل الاولاد اللي طلعت ولاد الاتحاد. لما تيجي تقول فلان الفلان ابن الاتحاد، لما تيجي تقول ابو تريك ابن الاتحاد، لما تقول ابو عباد متعب ابن الاتحاد، ابن الاتحاد كله بالزبط. من الاتحاد مش ابن النادي.
ده ابن الولاد دول الناس الرومانيين والانجليز والفرنسيين والمصريين مظبوط ناس يعني تأسيس القاعدة أهم حاجة اللي هي معلش لازم دلوقتي. لازم يبدأ من الوقت لأن الوقت وحش اللي احنا فيه ده وحش على الرغم كويس. ان شكليا المنتخب الاول بيوصل كاس العالم بعد غياب والشكل العام مش وحش هاني انت من الناس اللي حطت القواعد انت من الناس اللي كانت قاعدين بتخططوا معانا اخد بالك وكل الكلام ده عندك اذا الكلام اتحرق في الحريق اللي حصل عندكم في الاتحاد ده زمان الكلام انا عندي المراجع كلها كويس وييجوا الناس دول لازم يخططوا والا هتفضل في سبات عميق الى يوم الدين سيادة اللواء هعيد على حضرتك السؤال الثاني هل ما انجز وما وضع فيه اللوائح والقوانين والاسس والاستراتيجيه سنه 2000 هل ممكن يطبق الان سنه 2018 بنفس الاليات ولا محتاج تطوير يطبق مع حاجه بسيطه ان المفروض بعد كاس العالم كان لازم يجتمع مجلس اداره الاتحاد تمام ويقول يا اخواننا هناك خطط وطرق جديده اتعملت في كاس العالم بدليل ان البرازيل وانجلترا والانديه الكبيره جدا اللي كنا بنسمع عنها راحت في خبر خانه ليه؟ لان كرواتيا وبلجيكا وفرنسا طبقت خطط جديده مظبوط الخطط الجديده المفروض تجمع مدربينك واجهزتك الفنيه وتجيب الافلام كلها اللي موجوده هي الافلام كلها موجوده في الاتحاد زي ما كانتش موجوده في الاتحاد تبقى مصيبه اخد بالك؟ ويجي الاتحاد يقعد البهوات ويقول لهم ان الخطط بقت يعني انت لا تتخيل مثلا لما تيجي تقول فرنسا وكرواتيا كسبت البطوله ازاي كرواتيا دي اللي في خبر كانه بقت عظيمه جدا ازاي 4 مليون ناس هتلاقي كوره لا كوره مختلفه وخطط طبعا مختلفه طبعا والكوره بتتنقل من الجون لحد ما بتصل 10 جنب الكوره قاعدين ينقلوا الكوره لحد ما يلاقوا ثغره يخشوا منها دي جديده ما فيش ارفع اوفر يا معلم والكلام ده لا مش موجود الكلام ده مش موجود الكلام ده كرواتيا وفرنسا لا بينقلوا كوره لحد بينقلوا بيطلع من الخط من الظاهرين من الظهر ويطلع لخط النص ويطلع لحد ما يصل الى ممكن يصل بعد ساعتين اعضاء اتحاد الكوره اه اللي كانوا في المونديال واللي بعد ما مصر مش عارفين يعملوا دي كملوا وقعدوا وشافوا النهائيات واتفرجوا على المتعه لازم من ارض الواقع ما شافوش الكلام ده البرازيل مشيت ليه؟ لأن كرواتيا كانت بتخطط أحسن من البرازيل تمام وفرنسا كانت بتخطط أحسن من البرازيل وأحسن من ألمانيا وأحسن من إيطاليا مش هم دول كانوا سادة الكرة هي سادة الكرة كان مين؟ مش إيطاليا بالظبط وألمانيا والبرازيل ولا كان مين تاني؟ طب راحوا فين؟ لأن الجديد كان في كرواتيا يعني إنجلترا شوية قطعت مسافة في المونديال ده إنما أرجنتين فين؟ الأرجنتين راحت ليه؟ لان اللي كسب دول الفرقتين اللي كسب المانيا بطل كاس العالم يخرج من الدور الاول تخرج من الدور الاول وكل المعلمين بتوع الكوره اللي هيصل المانيا وايطاليا والارجنتين والبرازيل ولا فرقه لا التوقعات كانت مضروبه السنه دي التوقعات كانت مضروبه السنه دي لان الناس دي لعبت يا خطيب لو شفت راجع الافلام تاني شوفها هتقطع انت عندك الحمد لله كنت موجود وكملت بعد المنتخب شويه هتلاقي بيلعبوا بطريقه خالص طبعا ده بيفضلوا يتحوطوا بالكوره وتفضل الكوره تتنقل ما بين 5 8 9 تنفار قاعدين نقلوا في الكوره لحد ما يلاقوا ثغره يقدروا يوصلوا لها ايطاليا ما عملتش كده المانيا ما عملتش فرنسا لما جت تلعب بالطريقه اللي كان المفروض المنتخب المصري يلعب بها الدفاعيه لا ده دفاعيه ثانيه خالص شفت حد يقول كرواتيا تلعب بالشكل حد يقول كرواتيا طبعا لكن اداء مميز جدا لمنتخبات وخريطه الكره العالميه بتتغير زي ما حضرتك ايوه ومع تغيير الخريطه اكيد ليها ادوات ورساله حضرتك واضحه جدا ولكن هيكتور كوبر وهرجع برضه اكمل مع حضرتك في الحته دي لكن ناخد بعض الامور اللي تخصنا شكليا احنا زعلانين من الاداء زعلانين من الشكل لكن تاريخيا التاريخ سينصف هذا الرجل بالارقام محدش هيفتكر انه وصل انه وصل يا سيدي وصل وانه حقق اكتر من حاجه ان بعد انا مصر وصلت مرتين مش مره واحده كويس 3 مرات ايوه يا جدع 3 مرات ووصلت كاس العالم في الناشئين ثالث كاس عالم بالظبط وجابت بطولات افريقيا اكتساح طيب
احنا لو قلنا ان هذا الرجل اللي جه اللي انا مختلف معاه ومختلف مع طريقه ادائه ومختلف مع فكره التدريبي، ولكن عندما جاء هذا الرجل كنا بقالنا 3 دورات ما بنتاهلش لبطوله افريقيا. كانت الدنيا كانت صعبه، بس تاهلنا. الدنيا كانت صعبه، تاهلنا، الدنيا كانت صعبه، وصل فاينل. فبالتالي هذا انجاز. كسر عقده تونسيه، كسر عقده مغربيه، وهذه ارقام. وايضا وصل لكاس العالم. نختلف مع الطريقه بتاعته ونختلف مع وجوده بشكل معين، ولكنه في الاخر بالارقام حقق انجازات ملموسه. انت عارف انا اقول لك على حاجه؟ اتفضل. انت عارف الجيل اللي موجود دلوقتي اكبر جيل في تاريخ مصر مثل مصر فنان احترافي، الاحتراف الخارجي في هذا الوقت لم يحدث في تاريخها. اكبر قاعده من المحترفين، مظبوط. هي كل اللي فيها ان كانت عايزه بني ادمين محترمين وناس محترمه، مش الاتحاد عموما. عموما انديه اتحاد نسميها زي ما تسميها، كان لازم الاولاد دول يتلموا ويتجابوا، لان كلهم الوقت في افريقيا في اوروبا انت عمرك ما كان عندك العدد ده طبعا. وفي انديه ايه؟ اسماء الرنانه. وفي انديه ايه؟ يعني عندك لعيب مش في انديه من ابو نكله، لا دي في انديه جامده. عندك لعيب بيتحط في المثلث مع ميسي و وكريستيانو رونالدو، واتحط معاهم محمد صلاح يكمل المثلث، وفي معايا خمسه سته طبعا. لا في لعيبه كتير عمرك ما كان عندك. هو واحد مره احمد رمزي، مره مش عارف مجدي عبد الغني، رمزي واحد. لكن دلوقتي انت عندك مش اقل من 8 9 دول، كان لازم يتعمل لهم تخطيط بدري قوي، بدري قوي. كل ما يبقى عندك فتره في فرصه اعمل ماتشات. انا شايف ان حضرتك شايف ان ادائنا في المونديال كان مخيب جدا، وكان عندنا لعيبه ايه ده قالوا امبارح اخر فرقه في لا ما احنا بالارقام الاخير مستريح. الاخير مرتاح. مونديال للنسيان. طيب ما ده غلط، غلط. يبقى نشوف احنا اخطانا. مفروض ان شاء الله. يعني يا بوريدا انت راجل عالم كبير جدا في الكوره، ما فيش حد يضاهيك انك انت افريقيا ودوليا وعندك خبرات كبيره. هات الناس المحترمة اللي عندها تاريخ، هات الكتب اللي موجودة عندك، وشوف الناس الأساتذة اللي اشتغلت فيها، وابدأ خطط لمرحلة جديدة إن شاء الله هيبقى الصواب معاك والتوفيق معاك، وهتتعدل الأمور قوي. أنا شايف حضرتك شايف رؤية معينة، وشايف قيمة كبيرة المهندس هاني أبو ريدة موجود، وأنت بتقدر ده. دي حقيقة، دي حقيقة. وعصام عبد المنعم ده مسك رئيس اتحاد كورة وخطط لكرة القدم، ومن ضمن الناس اللي جابوا ال 20 25 اللي سافروا هاني أبو ريدة، سمير زاهر، عصام عبد المنعم. دول ثلاثة لازم أستفيد بيهم. تمام. الله يرحمه سمير يعني. لكن شايف إن المهندس هاني أبو ريدة ربما يكون أعضاء الاتحاد مش مساعدينه بالشكل الأمثل، ولازم يكون فيه. هو ده ذنب، الذنب بيشتغل عليه. لأن هو ارتكب الذنب. هو هاني يحب صاحبه قوي، يموت في صاحبه قوي. طب دي ميزه ولا عيب؟ لا عيب، عيب في الكوره، عيب. اخد بالك؟ هو بيحب قوي، شايف ان الناس دي اجدع ناس، والناس ولو صاحبه والناس كويس فيها، والناس فيها يعني الناس. تمام. لا يمكن اقدر اجي جنب اسم من الاسامي، اسامي كلها اسامي كبير، لكن هناك ناس مخططين، ناس عندها امكانيات، ناس عندها تاريخ في التخطيط وتاريخ في التدريب. اجيب الناس دي، اجيبها في عرض دين النبي، اجيبهم اجيبهم واشغلهم قبل ما يموتوا. ما هيموتوا خلاص يعني. حضرتك تحط لنا كام اسم نقول ان هذه؟ لا مش عايزين نقول اسامي. لا بالعكس، ما لازم نرشح، لان اكيد اللي بيسمعنا سياده اللواء يقول لك ما هو سياده اللواء قاعد بيقول كلام جميل، لكن هم مين؟ ده موجودين. نقول كام اسم يعني؟ اسامي كتير والله، يعني اسامي كتير. نطرح مع بعض يعني احنا كان عندنا، كان 25 مدرب. ال 25 مدرب دول اجانب كلهم. تمام. على راسهم كرامر. تمام. وكان فيهم مجموعه من الرومان ومجموعه من اليوغوسلاف ومجموعه من الالمان. تمام. جم هنا اتوزعوا على وشافوا الكوره في مصر، وبداوا يكتبوا للاتحاد فيه بيتابع معاهم سمير زاهر وهاني ابو ريده وهشام عزمي. هشام عزمي ده قياده ما تتكررش كتير. تمام. صدقني ما يتكررش كتير. تمام. وهشام عزمي اخد بالك المجموعه دي كلها، وهاني ابو ريده قلت اسامي دي كلها جهزت بعد ما لفت مع الناس الاجانب دي من اسوان لاسكندريه، بداوا يجهزوا القصور اللي موجود والايجابيات والسلبيات عشان يبداوا يخططوا كويس. ولما خلصوا الدراسات دي جمعوا مؤتمر كبير موجود الفيلم يعني. موجود، ابعتوا لك الفيلم بتاع فوزي يا غانم ونبي لو سمحت هات لي الفيلم الا اذا كان اتحرق في كويس. ما ممكن اقول لك اتحرق. اخد بالك؟ هات الفيلم. هو وصل من التعليم. ووصلت يا خطيب ان اللي موجود ده كله اتنفذ بنسبه 100%. انت عايز اكتر من كده ايه؟
ما اعرفش حضرتك هل سمعت ان 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 في يعني احدى الفنانات الاستعراضيات راحت اتحاد الكوره وقدمت طلب انها تبقى مديره للاتحاد، والمسؤول قعد وخد الطلب وعرضوا على المجلس. هل الكلام ده عرض ايه بقى؟ عرض قال ان في حد جه اتقدم، يعني عرض السي في بتاعه يعني المدرب. لا يعني هي 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 الفنانه الاستعراضيه سما المصري راحت قدمت في اتحاد الكوره، لا طلب رسمي، شافت نفسها شافت في مشاكل في اتحاد الكوره وقالت انا شايفه الناس في اتحاد الكوره مش مسيطره، فراحت قابلت العميد ثروت سويلم وقدمت له طلب رسمي مكتوب بخط. الراجل ايه اللي قبل الطلب وقال انا هعرض على الاتحاد؟ طبعا اعتذر وكده، لكن هل وصلنا؟ هو كان المفروض ثروت سويلم مع التلميذ النجيب ثروت سويلم المحترم الجدع اللي حد بيأدي رسالته احسن ما يمكن، يعني واحده كنت قابلها بابتسامه وكويس قوي وتشرب شاي ومع السلامه. بس هو ده ما يحصلش غير كده. اذا كان ده حصل انا ما اعرفش ده حصل ولا لا. طب هو ده حصل ليه ايهاب لهيطه مدير اتحاد الكوره رغم الاخطاء اللي فاتت؟ تشوفه ازاي؟ المجلس سيد قراره. كويس. ادي فرصه لكل اعضاء المجلس واللي اعضاء المجلس ينتهوا اليه. وهل اعضاء اتحاد الكره لهم كلمه داخل الاتحاد؟ لا هي يعني في يعني انا شايف بيقولوا حازم امام كذا ومش عارف ايه عايز يسيب الاتحاد. سامعين نص الاعضاء كل شويه. كابتن حازم خالد مره قصة. خالد لطيف ان المفروض نحترم بتاع. انا كنت اصغر واحد انا وشريف خشبه ابو هادي خشبه حاجه مجد الله يرحمه. الله يرحمه. حاجه حلوه قوي شريف خشبه. فانا وهو وكنا بندرس راجل يمسك منتخبات القوميه للناشئين وللحاجات دي، وكان الاسم اللي مشهور كان رئيس المجلس محمد احمد سكرتير عام الرئيس جمال عبد الناصر، يعني تعظيم سلام. وانا بتاع كده لسه بسرياي طالع بتتعلم كوره لكن بشايف اساتذه يعني. فجاء في يوم بسرياي بيعرض وليك تاريخ في الكوره يعني نمسك الخشب. فقاعدين بنعرض بيعرض هو، فقال علي عثمان يا اخوانا علي عثمان هيمسك كذا كذا، وعلي عثمان تاريخه كذا كذا كذا، ده النائب محمد. كويس. انا قاعد تعظيم سلام ايدت كلامه. فجينا في الجلسه الثانيه لقيت النائب محمد احمد بيقول ايه؟ يا اخوانا لا احنا لغينا علي عثمان وهنجيب فلان. رحت شايل عزالي ومطبق وانا عيل صغير. مطبق حاجتي. السلام عليكم. سلام يا سياده الرئيس. سلام. انا مش جايه تاني هنا الاتحاد. واخد بالك؟ فمفروض الاختيار ده اختيار المجلس، المجلس ده. والراجل جري ورايا على السلم، شوف مقامه وابونا ومربينا وحاجه حلوه جدا. قلت له انت المجلسه اللي فاتت انت اقنعتنا ان احنا بنجيب علي عثمان، النهارده بتمشي علي عثمان بمزاجك، سلام عليكم. فمفروض هاني ابو ريده مفروض يعمل استطلاع رسمي ويشوف الراجل ده. وبعدين بينه وبينك انا عندي في راجل عليه كلام وراجل ما عليهوش كلام. اخد مين يا ايهاب؟ انت شايف في لا انت شايف ايه؟ استنى بس. لا ما اخد الراجل النظيف. لا انا بعيد عن النظيف الابيض واسيب بقى من الكلام اللي الراجل الناس بترغي فيه اجيبه ليه؟ طب المكسيكي اجيري المدير الفني الجديد للمنتخب عليه كلام ولغط وحوارات، تقصد ان اتحاد الكوره حط نفسه في مأزق لما تعاقد مع مدير فني قد تظهر في غلط اللي جايه بعض الامور؟ لان ممكن يظهر في اول تجربه والراجل قد يكون مظلوم، اول تجربه هيلاقي نفسه فشل يقول ما عشان تناركوا فيه كذا، وهتلاقي بقى ما شاء الله الاعلام بتاعنا عظيم. يعني تجنبوا الشبهات دي. تجنبوا الشبهات ويجيب اللي يوافق عليه المجلس. اللي يوافق عليه المجلس. المجلس قعدوا من غير ما اثر يعني اذا كان عدو ولا عدوين طلعوا قالوا، يعني مثلا الكابتن حازم امام له كل احترام والتقدير في الاول وافق على اجيري وبعدين طلع قال انا معترض، والكابتن خالد لطيف طلع اعترض وبعدين وافق، فاحنا مش يعني لا هي في الجلسه بقى ما تبقاش العمليه ما في الجلسه تروح في وشه لا ما هو ما حدش اعترض بعد كده في الجلسه، والدليل ان الراجل اهو موجود واشتغل. اقول لك على حاجه وما فيش عدو اتحاد كوره. اقول لك على حاجه لو هنا انا من هنا بريده افرح بحازم امام لان حازم امام اول مره ياخد قرار جدع. تمام. اول مره في حياته. انا بقول له ده تبني وتلميذي وحماده حياته كلها معاك. طبعا. اول مره يبقى جدع. ويتمسك بقراره. عايز يتمسك بقراره. يتمسك بقراره دام هو متأكد وقراره صح. وقراره صح، سلام عليكم. انما المجلس يتراجع، المفروض المجلس يتراجع وياخد برأي الاغلبيه
اللي منها انا حماده امام حازم امام ينقصه حته انه يبقى عنده الجراه ان ياخد القرار اللي هو عنده خبره. طب كابتن حازم عمل اللي عليه وعنده معترض وهدد بالاستقالة ده حقه يعني عمل موقف حقه كويس حق حازم انا اقول لك سبت الجلسه لمين؟ لمحمد احمد مش لاي حد لا لمحمد نائب محمد احمد اسم كبير جدا سبت له الجلسه ومشيت. هو البعض بيتكلم عن بعض اعضاء اتحاد الكوره جماعه مش فاضيين يعني ليهم شغلهم وليهم حاجتهم واللي شغال في الاعلام واللي شغال هنا فالدنيا يعني تمشي. لا هو انا كلهم هو كلهم حبايبي وتلامذتي وحاجه حلوه جدا تمام. لكن انا بقول في الاختيار لا يعني لا اقعد كده براحتك كده واقعد مع ناس في ناس يا اخي وقول بقى ايوه دول هم اللي يقدروا إيه وبعدين إيه ابدا من الوقت ابدا خطط من الوقت لان مفيش بيضه. طب ده احنا في شهر 9 في يوم 8 عندنا مباراه في افريقيا في المجموعه هل هنلحق نمشي الراجل الايجيري ده وبعدين عملنا شرط جزائي و240,000 دولار يعني من الاخر كده الراجل خلاص لزق معانا. طب انت لو مكان الكابتن هاني تعمل ايه؟ انا لو مكان الكابتن هاني انا اديت الملف لكابتن حازم امام. ايوه والكابتن حازم امام وهو كابتن مجدي عبد الغني طلعوا قال لك الراجل ده 100 100 وموقعنا معاه. بعدها الناس طلعت قالت في مشاكل كان حازم اللي تراجع يعني. ولا مجدي اللي تراجع؟ لا كابتن مجدي لسه ما تراجعش. اه بس لكن حازم اللي كابتن حازم رجع وقال يعني حازم الاول قال انا مع المدرب ده اه ما هو قعد معاه الاول وبعدين قعد معاه الاول عرف وبعدين قالوا تمام وقعنا مع الراجل. الراجل سافر قبل ما يرجع يوم 15 اللي فات قال لك بس الراجل ده عليه مشاكل ويبدو ان بعض اعضاء اتحاد الكره تاكدوا وايقنوا ان مشكله تفويت المباريات في الدوري الاسباني لم تنتهي ولم يغلق الملف لا. وبالتالي ربما في الفتره اللي جايه تظهر بعض النتائج العكسيه لهذا المدير الفني على العلم وانا اقولها قدام الجميع ان السي في الخاص بهذا الرجل سي في كويس باستثناء هذه الواقعه اللي خلت المنتخب او اتحاد الكره الياباني يقيل هذا الرجل في 2015 ويقول له متشكرين عشان انت متهم في القصه دي انا ما اقدرش اخليك على ذمتي والاتحاد الياباني تجنب الشبهات. عارف يا كابتن خطيب المشاكل الكبيره قوي اللي هتقابل الراجل ده لما يجي وما شافش حاجه في اول اخفاق ليه ربنا ما يوريك اللي هيحصل فيه ربنا ما يوريك لا ده متوقع ومعروف وتاريخنا بيقول كده اه لا لا شايف ان الدوشه دي كلها هتاثر عليه هتاثر عليه طبعا. طب وهو اكيد ما هو عارف ومتابع وليه وكيل اعماله وليه حبايبه بيوصلوا له وليه سفارته وكل حاجه بيوصلوا ده انت بيتكتب عليك في الجرايد ده انت اللي هو حرب الدهشوري طلع مع ابو الخطيب وقال عليك كذا وكذا بيوصل له كل حاجه. احنا ما قلناش حاجه والله لا احنا ما قلناش حاجه خالص احنا قلنا الراجل تاريخه بيقول فيها وانا كويس. لما يبقى عندي واحد كويس وواحد وحش واحد تاريخه ما فيهوش ديفو وواحد تاريخه فيه ديفو اختار اللي ما عندوش ديفو يعني ده اللي قلناه. وبرضه ممكن نقول ان المهندس هاني وليده ليه اتصالاته في الاتحاد الدولي ممكن يكون الراجل يعني عمل تليفون طب يا جماعه شوفوا لنا القصه لا القصه ماشيه في السليم لانها هتبقى وحشه قوي بعد كده لو طلعت كان قاعد هاني بقى مع كان قاعد معاهم وفاهمهم بقى فاهمهم لكن انا شخصيا بقول ان اول مره حازم امام احس انه بياخد قرار صح. قرار ده انا خدته وانا من دوره وانا من دوره خدت زيه فانا بحترم اي واحد يبقى عنده الجراه والشجاعه انه يقول رايه بحريه دون حد ياثر فيه. انت عارف ان المدير الفني لو ثبت عليه التهمه اللي موجهه ليه هيبقى هيتعرض ليه؟ هيتعرض لست سنين ايقاف او سنتين حبس في اسبانيا. ما هي دي عقوبتها. هناخد فرقه في السجن ولا لو اثبت يعني لو اثبت لكن احنا ان شاء الله بنتمنى ليه احط نفسي يا كابتن خطيب؟ ما انا عندي ده انت يعني شافت ليه ما ضايقتش قوي للدرجه دي ما كناش خد الراجل اللي سالك اللي ما فيهوش حاجه طب مين وجهه نظرك كان سالك؟ يعمل ايه؟ مين اللي كان سالك يدرب؟ انا ما اعرفش هما كانوا مرشحين مين ما اعرفش مرشحين طب في مدربين تاني كويسين قوي في مدرب مصري قادر في مدرب في خليل الزيتش طبعا مصري شوف جرى العرف عشان حته مصر دي جرى العرف عشان ما يزعلوش المدربين المصريين جرى العرف ان النادي الاهلي ونادي الزمالك ومنتخب مصر بيمرنهم مدرب اجنبي
جرى العرف على كده. هيجي مدرب مصر يطلع القطط الفطسه فيه وهنتعبه جدا. ممكن يبقى اسيستنت كوتش، يمكن يبقى مساعد مدرب. مع ان انجازاتنا كتيره مع كابتن محمود الجوهري، انجازاتنا كتيره أوي مع مدربين كتير مسكوا منتخبات الناشئين، انجازاتنا رائعه مع كابتن حسن شحاته شوقي غريب وكابتن شوقي غريب. كل دي ناس عملت يعني مجد كل كل دي ناس يعني ادت بشكل كويس. كان في خليل زيتشي وكان في تيري هنري، وانا كنت مال لتيري هنري، يعني تيري هنري ده قوي يعني الراجل اللي كان المساعد اللي كان موجود في المنتخب البلجيكي. النجم الكبير كان مرشح وشاب وطموح وكان عايز يجيب كولتريه مساعد، وكان الكابتن نادر السيد مرشحه. يعني هو برضو الكابتن نادر السيد كان مرشح اجيري وهنري، ولما جه اجيري جه من بعيد عنه. لا حد كلف نادر انه يرشح. والله ما هو نادر كابتن نادر عنده شركه للتسويق. وبما انه برضو راجل وقيمه واسم. لا نادر هايل وطبعا نادر هايل. ونجم كبير في منتخب مصر وعارف الاحتياجات. هايل. كان الكابتن حازم كلمه والراجل عرض الامور بشكل واضح وعرض اكتر من وعرض سيرة. تاريخ الراجل ده في قال فيه كذا وعرض وبعدين جه اجيري لف من ورا الكابتن نادر السيد كده وراح وقال لك انا ما شفتش الكابتن نادر السيد، يعني برضو حتى ولا وكيل تاني ولا الدنيا ماشيه كده. فهي في شويه حاجات كده يعني تستحق التوضيح. انا رايي يا كابتن هاني احنا مش هنتكلم على الوقت، احنا هنتكلم على الوقت القادم بعد كده، التاريخ القادم بعد كده في وجود هذا المدرب. اي حاجه هتحصل منه هتلاقيها محل انتقاد كبيره، والاعلام بتاعنا هيقطع في جامد. انا شايف جدا. فاحسن ابعد متشائم من هذا الرجل. طبعا هيحصل. طبعا واضح واضح واضح. هيحصل. طيب علشان بس نفك التشاؤم ده شويه اطلع بيك فاصل ونرجع نتواصل. فاصل والكلام مع لواء حرب الدهشور ما بينتهيش، الصراحه والقوه في الكلمه. حرب الدهشور نواصل بعد الفاصل. اهلا بكم من جديد، لسه مكملين وبعد الفاصل لسه مكملين طبعا في الاهلي الليله. واذا كنا سمعنا كلام قوي وكلام مهم قبل الفاصل، فلا تسمعوه بعد الفاصل كلام اقوى من رجل المهام الصعبه اللواء حرب الدهشوري. بجد الترحيب بحضرتك مشرفنا منورنا. تحت امرك سياده اللواء. يمكن كنا بنتكلم عن المدير الفني المكسيكي، وحضرتك عندك احساس بل اعتقد ان جواك يقين ان هذا الرجل قد يتعثر في مهمته وفقا للاجواء المحيطه. أيوة والكلام اللي بيتقال. أيوة وكنت تتمنى ان اتحاد الكوره يعني يتجنب الشبهات ويشوف حد مماثل، ودعيت اتحاد الكوره انه يشوف، وخاصه المهندس هنا بوريده القيمه الكبيره كان موجود معاك وانتوا بترتبوا البيت للكره المصريه. هاني انا شايف انه اكتر واحد في الجيل ده ومعاه عصام عبد المنعم برضه من هذا الجيل اللي يقدر يعيد لكرة القدم حياتها وإمكانياتها وقوتها وموقعها على خريطة الكرة العربية والإفريقية. هاني وريدة بس على شرط على شرط إنه يحسن الاختيار. ولا صداقة في الاختيار، مفيش. اللي بيتفرج علينا هيحس ان البشمهندس هاني ابو ريده كده راجل مجامل وبيحب يجامل قريبين. لا مش بيحب يجامل، هو 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 قطعا بيعتقد ان الناس دي كفاءات. هي مش كفاءات ولا حاجه. هي الناس حتى لو كانت كفاءات التجاوز ساعات بيبقى صعب جدا. يعني لما الاقي الجلسات جلسات من ساعه ما قوم لحد دلوقتي جلسات بيبقى فيها مشاكل. لا يبقى في دفوات، في حاجات غلط، في اخد بالك. انما مش كلهم فيهم المشاكل دي، لا يعني ما يعني عدد بسيط جدا، لكن عامل قلق. عامل قلق للنادي. شايف ان في عدم استقرار داخل اتحاد الكوره؟ عدم استقرار طبعا للوسط كله، الاعلام كله ما فيش استقرار. الاعلام كله شوف اقرأ الاعلام النهارده، الاعلام بيخلوا تاريخ الرياضه في مصر او كره القدم في مصر سواد. وده مش كويس للعبه، بينعكس على الاداء، بينعكس على التقدير، بينعكس على الاخلاق، حاجات كثيره جدا. فهو هاني لازم يبدا من الوقت. وبقول له يا هاني الناس كتير قوي المحترمين. انا برضو شايف ان حضرتك مركز مع المهندس هاني ابو ريده. هل باقي اعضاء الاتحاد انت مش شايف فيهم حد توجه له رساله؟
هاني الكبير يعني هاني هاني بعد هذا المجد. راجل كسب في الاتحاد الافريقي وبقى في الاتحاد الافريقي واحلى كرسي في الاتحاد الافريقي. راجل في الاتحاد العربي واحلى كرسي في الاتحاد العربي. راجل في الاتحاد الدولي واحلى كرسي في الاتحاد. تلاقي اكتر من كده ايه؟ يعني اكتر من ايه يدير الكوره في مصر؟ بس هو يمكن برضه الاتحاد الدولي واخد جزء من نشاطه. يمكن دي اذا كان كده يبقى لازم يبقى الناس المساعدين بتوعي اللي موجودين هنا اللي انا بعتمد عليهم ما يكونوش محل نقد. ما اي واحد بينتقد بينا اسم من قدرك ومن امكانياتك ومن يعني مين من اعضاء الاتحاد الكره شايفه يصلح ان يكون موجود جنب المهندس هاني ابو رضه في الاداره ويقدر المهندس هاني ابو رضه يعتمد عليه؟ بص يا ريس، لما هاني ابو رضه دخل معانا في التخطيط، الناس اللي جت مش من الاتحاد كان اللي بيشارك في التخطيط، سمير زاهر، هاني ابو رضه، حرب الدهشوري، هشام عزم، والباقي كله بيساعد. الكلام ده ممكن يتكرر الوقت. في ناس بقول لك في ناس موجودين، تعالى يا عم انا عايز اصلح العمليه. صلحها ازاي؟ ممكن هاني يلاقي، ما انا مش عايز اقول اسماء. ممكن اعضاء الاتحاد هم شايفين ان هم كده ناجحين وعاملين اللي عليهم، ولا ناجحين ولا حاجه ابدا. فين ناجحين؟ فين؟ ما هو يا ست اللي هو بالارقام، ما هو يجي يحسبها. لا سيبك من انك وصل وما وصلش. انا وصل فاينل افريقيا ووصل كاس عالم، وده مش نجاح؟ لا لا لا، ولا نجاح ولا حاجه. النجاح بقى اللي حصل، المخالفات اللي رد جامد على الشبه والكلام اللي بيجي في الاتحاد ده. كلام انا لو رئيس اتحاد كوره لا اسيب الاتحاد، لا قطع لوجع لهم. انتوا بتهرجوا، انا معايا مستندات تؤكد. بتتكلم على سرقه ملابس اتقال عليها، ده مليون حاجه. ده مليون حاجه. يبقى لازم هاني يطلع ويؤكد ان الكلام ده كله غلط، والكلام ده ناس، هي ناس اللي بتقول الكلام ده ناس محل افتراء على الاتحاد، ويدافع عن رجالته. مفيش عيب، مفيش مش مشكله يعني. انما انا اسيب الناس كله ينهش؟ يعني مين اللي ما بيرقدش الاتحاد ده؟ انا وانا جاي لك النهارده كل الاعلام، والاعلام بيني وبينك يعني مؤثر برضه، تروح ولا تيجي الاعلام مؤثر. طب هل الاعلام مغرد ولا مفيش كده يعني دخان من غير نار؟ هو الاعلام طول عمره عنيف، انما ياما شفنا من الاعلام، ياما شفنا. اكيد له الايجابيات وسلبيات. ياما شفنا. لا ياما شفنا. انما هو الاعلام قطعا، لما يجمع الاعلام، لما تلاقي تقريبا 90% من الاعلاميين بيتجاوزوا وبيوجهوا حاجات للاتحاد، يبقى الاتحاد لابد انه وزير الشباب والرياضه لازم يبقى له دور. الوزير الجديد يمكن دكتور اشرف صبحي، لازم اشرف دي صبحي لازم ادرس بقى بسرعه الحاجات دي. رسالتك لي على الهوا اهو، رسالتي الموجهه لدكتور اشرف صبحي. رسالتي لما اجي اقول الجمهور يرجع ولا ما يرجعش، دي واحده. يبقى فيه حاجه، لجنه اسمها لجنه الازمات. لجنه الازمات دي موجوده في الدنيا كلها. ده موجود، انا كنت في لجنه الازمات في الولايات المتحده الامريكيه. يعني ما بنخترعش العجله، ما ابدا، دي موجوده في كل حته. لجنه الازمات، لما تحصل حريقه مين اللي يطفي الحريقه؟ لما تحصل مظاهره مين اللي يطفي المظاهره؟ لما يحصل الجمهور يحصل، يبقى مين اللي يبقى فيه لجنه الازمات مكونه من رئيس اتحاد الكوره، وزير الشباب، وزير الداخليه، او من ينوب عنهم. كويس. ويبقى معاهم مجموعه من الناس لحل اي ازمه حريفه، ويقعدوا في اي انا ارجع الجمهور ما ارجعش الجمهور، اللجنه اللي تقول. مش كل واحد يلا هلا هلا. وديتني الحته حلوه، هتكلم وهي تتحمل مسؤوليتها. هتكلم يقول انا هجيب 5000 ولا 10000 ولا 100000، ولا اخلي الجمهور على براحته وتحصل مشكله زي اللي حصلت ويكسروا الدنيا؟ لا، دول ناس بيبقوا لما بييجوا يقول قرار، اللجنه لما تيجي بتقعد بتبقى دارسه كويس، وعندها اجهزه، والاجهزه متشعبه ومتواجده في قلب الجماهير ومتواجده. هات الماتش، لو رجعنا الكوره هل هتحصل حادثة بتاع بورسعيد تاني؟ لا، يعني مش تبقى ناقصه الكوره، اخد بالك؟ لكن اذا هي عندها معلومات ان الامور الحمد لله بتتقدم والامور احسن، والجمهور بيبقى حاجه عظيمه ومعضده، وخلي الناس بتحب الكوره وتخلي ماشي، يبقى اللجنه هي دي. اللجنه دي مش هم الخمسه دول اللي هيديروا، الخمسه دول معاهم ناس. يعني هل يعقل للانديه المصريه
تلعب بره في البطولات الافريقيه و و و في ملاعب مكتظه بالجماهير والضغط ده، وتيجي الماتش اللي على ملعبك ما بتعرفش تحقق فيه النتائج المطلوبه، نتائجك بره بقت افضل من نتائجك بس جوه. بس ما عندهاش مشاكلك. لا ده انت عندك مشكله. انت ما عند ماشي انت عندك انت مشكله مثلا يعني احنا لما جينا رحنا بورسعيد لما جينا رحنا بورسعيد وعملنا معلمين وحصلت المصيبه بتاع بورسعيد كويس. لا ممكن الداخليه والانديه ما عارفه مين الجماهير. اقصد ان تونس كانت عندها هزه كبيره وعوده الجماهير واحده واحده والظروف متشابهه. فلما تلاقي يعني مش عايزين نقارن نفسنا بحد، كان لكن الحمد لله البلد تعافت ووصلت لمرحله مهمه تقدر لعوده الجماهير. هسمع الاول رسالتك للدكتور اشرف صبحي وتوجيه رساله ليه مهمه علشان ابدا اتكلم مع حضرتك في ملف الجماهير باستفاضه. انا رايي الدكتور اشرف صبحي هو راجل مهذب وراجل عنده خبرات كبيره جدا، يجتمع مع مسؤولي وزارة الداخلية، مسؤولي الأهلي والزمالك باعتبارهم الجماهير يعني اللي هنا، مسؤولي واحد من بورسعيد ولا حاجة أخد بالك، بورسعيدية، دول يجتمعوا أخد بالك ويقعدوا ويقرروا إحنا نقدر نخلي الجمهور 5000 20000 50000 70000 هم اللي يقرروا ويتحملوا مسؤوليتهم. تمام. لان ممكن تحصل الامن هو اللي هيحافظ، الامن هو اللي هيمنع، الامن هو اللي هيفتش، الامن هو تمام. يعني احنا في ماتش الجزائر اللي احنا وصلنا فيه كاس العالم انا كنت في رئيس البعثه. الامن كان من يعني لما تيجي تقول هنا تشبه بمصر من عند صلاح سالم، الامن بيفتش في الناس لحد ما يصلوا الى باب استاد القاهره. اتكلم في مباراه 89. ايوه لا دي هي ايوه في القديمه دي. تمام. اخد بالك ولذلك احنا جينا عملنا اللي هم عملوه، يعني تيجي من صلاح سالم ماشي على رجلك لحد ما يفتشوك بتوع الامن وتخش لحد ما توصل للمدرج ولا حاجه خالص. ده في كل ملاعب العالم ما احنا شفنا روسيا بينزل على الامن دوره كبير بيش. الامن دوره كبير والامن طبعًا. ممكن يمنع طبعا، انما هاجي يلا 50000 وتحصل المصيبه ما عندناش استعداد تاني، ما عندناش يحصل المصايب اللي حصلت. لا ان شاء الله ربنا يحمي الملاعب المصريه، لكن اني الوقت والاوان اصل ناس خاصة كتير بتقول ارجع الماتش. طب يرجع الماتش لو حصلت مصيبه هنشيلها لمين؟ ما ان شاء الله الامور ماشيه بشكل كويس وقرار من رئيس الوزراء بعوده الجماهير واكيد ضوابط، ودايما زي ما حضرتك قلت كان في لجنه ازمات ودايما احنا ما بتخترعش العجله، ما الجمهور كله بيخش في العالم كله، وفي روسيا في فان اي دي وفي تذكره وفي نظام لدخول الجماهير. ما هو اكيد في تجربه انجليزيه بعد ازمه رهيبه وعوده الجماهير وما اكثر الحوادث اللي حصلت في الكره المصريه وعادت بعدها الجماهير وليها نظام وازاي ترجع. عن طريق مين بقى اللي هيقولوا الكره ترجع؟ مين اللي حضرتك قلتهم؟ اللي هم دول، اللي هو وزير الشباب اللي هم دول يقعدوا رئيس اتحاد الكوره. ايوه ويقعدوا ويقولوا ايوه احنا ممكن مع الاحاطه ان يا امن احنا عايزين نامن كذا وكذا وكذا، والانديه عليها دور بتعمل الدور بتاعها. عندنا قانون رياضه وعندنا قانون شغل. هو ده عندنا، هو ده وعندنا الزام، وممكن ساعتها تقول الكره ترجع. لكن كده لا. طيب ملف الجمهور كده يعتبر خلاص حطينا له حلول. كره القدم بقى والدوري بادئ السنه دي، شايف الدوري ازاي؟ وشايف الدوري برضو لسه اذا كان الجماهير قالوا هترجع من اول تسعه ان شاء الله نامل انها ترجع بشكل كويس. طبعا الجماهير الكوره من غير جماهير بيني وبينك دمها تقيل قوي. اشوف بقى اشوف انا قاعد اداء ازاي، انما الكوره جماهير، الكوره بتفرق كتير بجماهير عن غير جماهير. لا جماهير اللعيب لما بيلاقي الجماهير بترتفع معنوياته وبيقدر يؤدي، ما ديك شفت بتوع الاهلي يعني ربنا اداهم امبارح عشان لو متحملين اندمجوا مع الجماهير بتاعت البلد الثانيه. جماهير الترجي طبعا، جماهير الترجي ضغط كبير جدا، لكن شفت الاهلي ازاي امبارح؟ لا كانوا هايلين طبعا، هايلين هايلين. يعني انا شايف الزمالك والاهلي انا شايفهم شادين حلو من دول، بادئين موسم حلو. بادئين موسم كويس. الدوري هل معطيات جديده في الدوري؟ هل الشكل هتشوفه ازاي؟ المنافسه هتبقى هي التحكيم في الدوري شايفه ازاي؟ التحكيم التحكيم لازم الاتحاد يبقى قوي جدا، اي واحد يتجاوز، لان جت فتره من الفترات كنا بنتجاوز مع الحكام قوي وبنخبط في يعني لازم الحكم يبقى له، يعني شايف الحكم ملوش حمايه؟ الحكم لا ملوش حمايه، ملوش ظهر. الحكم لما اي حد يغلط في الحكم لا ده ياخد جزاته ويتعرض لعقوبات. شايف ان في اصوات اتجرت لما انا شايف التحكيم. شايف الحكام جالها فتره
كبيره جدا كان بيتجاوز الناس معاها قوي. وده مش صح. طب ده ضعف من اتحاد الكوره ولا خلاص القصه بقت ماشيه؟ لان احنا شفنا صوت عالي كتير جدا ضد التحكيم وتهديد وترويع، والحكم اللي جاب كاس العالم رفع راسنا وعمل حاجه جريشه كان هايل هايل جدا. فالحكام التحكيم بخير ان جيت الحقيقه. بس هو ناقصه ان الاتحاد يسانده جامد، واي واحد يتجاوز مع الحكام لازم. انا عايز اقول برضو كلمه حق كابتن عصام عبد الفتاح ما بيسكتش، لازم بصراحه لازم عصام عبد الفتاح، حتى ردوده بتكون قويه وبتعجبني. لكن انت عايز موقف جماعي من الاتحاد؟ لازم موقف جماعي، وهو اللي يجيب الموقف الجماعي ده عصام عبد الفتاح. يجيبه من الاتحاد يحمي ان اي واحد يتجاوز مع الحكم لازم يتعرض لعقوبه. ما برضه يا ست لواء بتبقى محطوطه لائحه، اول ما تحصل مشكله يرجعوا للائحه، يفضلوا يجيبوا اللائحه كده شويه وكده شويه وكده شويه، عشان لو راحوا للائحه يبقى فيها قرار. لا، عصام حازم على فكره راجل يعني راجل عسكري وشاطر في الحاجات دي. لا هو يعني ما يسمحش مشرفه ما يسمح. والحكام اللي سافرت والله حكام عملت نتيجه كويسه قوي، وعملوا منظر حلو قوي في كاس العالم. يعني شايف التحكيم المصري بخير؟ احسن وشايفه احسن، بس ما نهاجموش، ما حدش يهاجمه، لانك انت بتقلل من قدره وبتقلل من امكانياته في الملعب. يعني محتاج له حمايه اكتر. لازم. فرق الدوري السنه دي اذا كانت البدايات لسه في جولاته الاولى، لكن شايف ان الدوري هيبدا يضخ بقى لعيبه جديده، لان الفتره اللي فاتت الدوري بقى هايل، وفي فرقه اللي عاملها الشيخ بيراميدز فرقه حلوه وشغاله كويس جدا، اخد بالك؟ واتمنى ان ما يبقاش الشيخ بس اللي عنده فرقه. عايز الفرقه نجيب ساويرس لازم يبقى عنده فرقه ثانيه. وعندنا رجال اعمال على مستوى عالي جدا، ورجال الاعمال دول لازم يبقى لهم مجال، يبقى لهم فرق، لان الفرق اللي عندها امكانيات الوقت الاهلي الزمالك، اذا كان الاسماعيليه شويه لان فيها عثمانيين بيساعدوا فيها، والفرقه بيراميدز اللي هي موجوده دي. انت شايف لكن إن الفرقه الثانيه دي انا شايف لو رجال اعمال، يعني احنا المفروض نشجع رجال الاعمال بتوعنا، مش رجال الاعمال اللي بره. لا، رجال شايف رجال الاعمال المصريين لازم يبقى عندهم فرق. حميه لانك انت هتساعد، هتقدر تجيب لعيبه كويسين، هتقدر تجيب مدربين كويسين، وتبقى الفرق الجماهيريه دائما في الدوري اللي محتاجه دعم اكتر عشان تتواجد. لا، هي الفرق اللي هي فرق، اربع فرق اللي انا قلت لك عليهم، هم دول اللي عندهم جماهير وعندهم فلوس وعندهم امكانيات. لكن التانيين اللي بينزلوا درجه ثانيه ويطلع درجه اولى وينزل درجه ثانيه، يطلع درجه اولى درجه ثانيه، لان امكانياته الماليه قليله. يمكن الراجل بتاع بيراميدز ده يمكن عمل انتعاش في، اخد بالك؟ لا، احنا عايزين الانتعاش ده في عايز فرق في 8 9 انديه كده، يعني يبقى ناس رجال الاعمال يستثمر في كوره زي الراجل المحترم السعودي ده ما بيستثمر عنده. خلاص، احنا انا كنت بعترض على انه يبقى انا سعودي بيستثمر عندك في مصر. انت شايف التجربه دي ممكن تضيف للدوري المصري؟ تضيف. بس ايه، يبقى رجال الاعمال بتوعنا هم اللي يشدوا حيلهم ويخشوا فيها. وساويرس عنده اظن فرقه في طبعا في سميح ساويرس عنده سميح البونة. ايوه في اكتر في وادي دجله تجربه مميزه، في تجارب مصريه تجارب مميزه، لكن يبقى الحديث في الاخر عن ضخ هذه الفرق للمنتخبات. أيوة. واحنا شايفين ان المنتخبات من وجهه نظرك محتاجه وقفه كبيره. لازم 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 ندي، يعني حتى لما نستعد بقى للدوري الافريقي ولا الدوري العربي ولا لازم يبقى نعمل احتكاك جامد بولادنا اللي بره كمان. ولادنا اللي بره ما بتشوفهمش لما بيجوا يلعبوا ماتش ولا ماتشين. محمود الجوهري لما كان بيبقى عنده ماتش في كاس عالم ولا في كاس افريقيا، محمود الجوهري ياخد الفرقه، ياخد الفرقه بتاعه المنتخب دي وما نعرفش عنها حاجه الاتحاد. يطلع بقى من هنا لهنا لهنا لهنا، يطلع على افريقيا يعمل تجارب في افريقيا، بنعمل تجانس مع بعض. لكن انت تعمل تجانس، انت عندك 8 9 دلوقتي وناشئين معظمهم في محترفين بره. انت اللاعب المحترف لو انت جايب المحترفين دول وتخليهم يندمجوا مع المحليين هيبقى شيء كويس قوي. ما هو اللاعب المحترف عنده اجنده وعنده النادي بتاعه عايزه، وما يقدرش اللي ما احنا نختار بقى يقدر لازم يدولك توقيت. برافو عليك. فانت بتختار بقى الوقت اللي اعرف اخده من فرقته واعمل ماتشات مع الناس اللي عندنا هنا دول المحليين، اخد بالك؟ هيبقى في انسجام، لكن ليس هناك انسجام ما بين الثمانيه تسعه والاربعه خمسه اللي بيلعبوا من مصر. في انسجام، انت شفت انسجام فيهم بكاس العالم؟ انسجام انت شايفه الانسجام بعيد خالص، بعيد لان ما عندكش الوقت اللي انت ما عندكش الوقت مع بعض. طيب محمود الجوهري كان بيعمل ايه؟
محمود الجوهري كان بياخدهم يلف بيهم العالم. كان برضو المحترفين مش كتير. مش كتير. كان القوام محلي اكتر. فبالتالي كانت العكس يعني 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 القاعده المحليه اللي معاه اكتر. لاول مره لاول مره خطيب لاول مره عندك العدد الكبير ده كويس محترف. ما هو برضه فرصة. ما هي فرصه بس زي ما حضرتك بتقول الاندماجه بقى. ايوه وانت مش عارف تعمل الاندماج. مش عارف الاندماج يعني. كابتن محمود الجوهري رحمه الله انتوا لغيتوا دوري كان كله صح يعني لغيتوا دوري عشان الناس تستعد. حصل فالناس دي برضه ما كانش عندها المساحات دي. وحتى لو لغى دوري هو قوامه الاساسي محترفين ما يقدرش يلغي دوريات بره. صح فبرضه في بتبقى بعض الامور دي عايزه كده. ترسانه ترسانه ده بيت وضعه ايه؟ بيتك وضعه ايه؟ ناسي والله. هو الترسانه ترتيبها ايه الوقت ده؟ لسه الدوري ما طلعوش السنه اللي فاتت يا دوبك. حظهم السنتين اللي ورا بعض دول كان بيبقى بينهم وبين التمثيل في الدوري العام خلاص كان بيبقى فاضي. مره بضرب الجزاء ما وصلوش ومره يعني لكن الامور بتمشي بشكل كويس. عايز اذا كان هناك رجال اعمال برضه عندهم يساعدوا رئيس النادي لان رئيس النادي بيدفع من معاه بس ومعاه بس دي ما بتكفيش يعني. يعني لازم يبقى فيه رجال اعمال بيحبوا نادي ترسانه ومستثمرين يستثمروا في الكوره في نادي ترسانه. وانا تعظيم سلام للاستثمار ده لكن انا ضد الاستثمار ان انا اجيب اجانب يديروا الكوره في مصر. كلمتك النهائيه ضد ان انا اجيب اجانب يديروا الكوره في مصر كلمه تستحق ان انا اقف عندها واقول لك انا وقتي معاك بيخلص لو حابب تقول اي حاجه. انا اولا سعيد بان انا معاك النهارده خطيب واشوفك دايما في صحه واشوفك في نجاح دايما نجاح بنجاح. سيادة اللواء شرفتني ونورتني ودايما ارائك جريئه ودايما بتشرفنا وبتنورنا. واحد من قامات الرياضه المصريه. اشكرك على وجودك معنا يا رب يخليك. شاكرين جدا شاكرين للزملاء كلهم معاك. شكرا سيادة اللواء. ربنا يخليك. لواء حرب الدهشوري واحد من قامات الكره المصريه عنده حلول للاجواء اللي احنا بنعيشها. اراؤه دايما مميزه وختم وقال انا ضد ان يجي حد اجنبي يدير الكره المصريه. احنا نعرف ندير ونعرف نستثمر ونعرف نعمل كل حاجه. اروح سريعا لزميلي امير هشام. بشكرك يا استاذ ايهاب وبشكر اللواء حرب الدهشوري رئيس الاتحاد المصري الاسبق لكره القدم. اكيد كان حوار شيق وممتع وكلمته فيه في العديد من الامور والملفات الهامه واكيد ابرز ملف فيها كان ملف عوده الجماهير للمدرجات اللي بنتمنى سريعا ان شاء الله تعود الجماهير في اقرب وقت عشان تكون يعني تدي شكل افضل لبطوله الدوري او البطولات المحليه والافريقيه اللي بيشارك فيها الانديه المصريه بشكل عام. فبالتالي تواجد الجمهور اكيد ده شيء مهم ومميز في الملاعب المصريه لما يضيف الجمهور من متعه وحلاوه للمباريات بشكل عام. او الجزء الثاني بالتحديد ده من حلقه النهارده حلقه الاهلي الليله والفقره الخاصه ببعض التقارير الهامه جدا. هنبتدي بتقرير خاص عن جمهور النادي الاهلي. بنسال جمهور النادي الاهلي ايه سر عظمه النادي الاهلي؟ اكيد النادي الاهلي من الانديه العظيمه بشكل كبير جدا على المستوى العالم وخصوصا ان هو نادي دايما بيفوز بمختلف البطولات مش بس في كره القدم لا دايما في مختلف الالعاب داخل جدران القلعه الحمراء. بالتالي مهم جدا ان احنا نروح نشوف راي جمهور النادي الاهلي وسر عظمه النادي الاهلي من وجهه نظرهم ايه ونرجع مره ثانيه. سر عظمة النادي الأهلي لا دي حاجات كتير جدا نقدر نتكلم فيها لحد بكرة بقى يعني. أول حاجة الالتزام. تاني حاجة الحب والوئام اللي موجود بين الناس وبعضها في قلب النادي والتعاون الكبير اللي موجود. النظام رؤساء النادي الأهلي كلهم بلا شك كانوا يعني ناس عظام ناس ماشيين على مبادئ مفيش فوضى مفيش هرجلة قانون ماشي على الكل. كلمتهم واحدة أدائهم قوي في كل الرياضات مفيش لعب في الكلام ده حاجة محترمة طبعا. سر النادي الأهلي عظمته إن احنا إدارة ماشية تمام وكل حاجة فيه تمام وجمهوره جمهور طيب جدا ومحترم وبيشجع الكرة الحلوة يعني عامة. سر عظمة الأهلي هي الإدارة. الإدارة بتاعت الأهلي إدارة محترمة على مر العصور وعلى مر التاريخ. تماسكه وان اعضاء الجماهير العموميه بيساندوا مجلس الاداره ايا كان. اولا جمهوره، ثانيا بطولاته، انجازاته، الاداره،
تاريخه، لعبته، خيم ومبادئ وأخلاقيات بالدرجة الأولى. يعني كباتن، أكبر كباتن كانت في النادي الأهلي من يوم إنشاؤه كانوا بيتعاملوا بالقيم والمبادئ، واللي بيخرج عن القيم والمبادئ يبقى منبوذ في النادي الأهلي. سر عظمة النادي الأهلي كيانه، رموزه، بيعلمك يعني القناعة، بيعلم اللعيب لما يخش النادي الأهلي يعني ايه تيشيرت النادي الأهلي، يعني ايه ولا يعني أسباب كتير أوي. أنت تسألني رموز النادي الأهلي كتير 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 كتير، من أول مصطفى بن نحاس لحد كابتن محمود الخطيب بيبو مصر. الميزة عند جمهور النادي الأهلي دايما هو عنده قدر كبير من الوعي وأهمية المبادئ والقيم داخل النادي الأهلي، وده اللي لاحظناه من خلال كلام جمهور النادي الأهلي على سر عظمة النادي بشكل عام. بالتالي جمهور النادي الأهلي هو السند الحقيقي للنادي، وخصوصا أنه هو عنده دراية كاملة بكل الأمور اللي بتخص النادي الأهلي والتوقيتات الهامة جدا اللي بيحتاج فيها النادي لجمهوره. خلاص قريبا إن شاء الله هيعود الجمهور للمدرجات زي ما عرفنا إن شاء الله مع بداية شهر 9 الشهر المقبل يعود الجمهور للمدرجات عشان يبقى داعم بشكل كبير جدا للنادي الأهلي في مختلف اللعبات داخل النادي، وتحديد طبعا كمان كرة القدم واللي عندها تحديات، أو فريق كرة القدم عنده تحديات كبيرة جدا 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 سواء في الجانب المحلي أو الجانب الأفريقي. فإن شاء الله نتمنى كل التوفيق في عودة الجمهور للمدرجات عشان يساندوا النادي بكل قوة. نروح لتقرير آخر وخاص بلجنة المرأة واللي نظمت حفلا متنوعا في مقر النادي الأهلي في الجزيرة. لجنة المرأة بتترأسها طبعا الأستاذة عزة زيان، وبتقوم بصراحة بمجهودات كبيرة جدا، بتعمل بعض الأمور الخدمية والاجتماعية بالنسبة لأعضاء النادي الأهلي في مختلف الفروع. المرة دي كان الحفل متواجد في مقر النادي الأهلي في الجزيرة. الحفل ده كان امبارح، كان في تمام الساعة 4 عصرا. أقام أو الحفل كان من خلال تواجد المطربة آية عقيل. أكيد كان حفل مميز في ظل تواجد الأعضاء وفي ظل البرامج العديدة اللي حطها لجنة المرأة بقيادة أو برئاسة الأستاذ عزة زيان. خلينا نروح نشوف التقرير ده عن حفلة امبارح ولجنة المرأة ونرجع مرة تانية. سامعين كده الحفله الحمد لله فيها تفاعل كتير، تفاعل امهات واطفال الحمد لله. ساعدنا ازاي بقى، احنا عملنا خطه والخطه دي هي اشترك فيها عضوات اساسيات من لجنه المراه وعضوات مشاركات، والحمد لله دور العضوات المشاركات تم تفعيله بالفعل وانضم لينا اعضاء كتير جدا او عضوات كتير قوي مشاركات من الثلاث فروع. النهارده نظمنا لهم حفل جميل جدا، تم دعوتي من قبل دكتورة عزة زيان ان انا اشارك معاهم، انا عضوة اهلي زايد فرع زايد، فجينا النهاردة وتعاوننا كلنا مع بعض ان احنا نطلع اليوم بالشكل اللي حضرتك شايفه. الولاد اتبسطوا جدا والامهات اتبسطوا اكتر، وان شاء الله تتوالى يعني، وان احنا تتوالى اللقاءات بيننا وبين الفروع الثلاثه. كان الوقت قليل اللي احنا نظمنا فيه الحفله، يعني بالظبط بصرف اسبوع، بس الحمد لله بصراحه هي اداره النادي هنا واداره الخدمات واستاذ سعيد مؤسس محمد الفي ساعدنا جدا في الموضوع ده. هو بصراحه كان بيوفر لنا كل حاجه كنا بنطلبها بيوفرها لنا، ما قالناش لا على حاجه. احنا نظمنا الحفله لاربع اجزاء، الجزء الاول كان الكرافت ديزاين، ان احنا نعمل للاولاد حاجه بصورتهم تبقى حاجه ليهم هم ذكرى لليوم كله، ده كان اول حاجه. الحاجه الثانيه ان احنا عملنا لهم خروف العيد طبعا بالفشار، حاجه كانت حلوه قوي للولاد طبعا. والفنانه آية عقيل نظمنا ليها الجزء بتاعها، وبعدين طبعا العرايس، الحاجه دي بتفصل الولاد كلها. كان الفكره ان احنا نعمل حفل للولاد قبل العيد بحيث ان احنا نقول لهم يعني باك تو سكول، وفي نفس الوقت اهلا بالعيد، ويكونوا كلهم مبسوطين. كل اعضاء لجنه المراه بيشتغلوا مع بعض، بس احنا الثلاثه انا ورانا ورشا اخذنا التاسك بتاع الحفله، فعملنا خطه في الاول ازاي هنقوم بالحفله وايه الفقرات الموجوده وايه الميزانيه اللي هنصرفها وهتمشي ازاي، يعني الفقره هتاخد قد ايه في الوقت، وازاي نسيطر على الاطفال عشان هي حفله طفل في الاول. والحمد لله الحفله طلعت حلوه الحمد لله. كانت اول تجربه بالنسبه لي، فخور بيها جدا ان انا ادخل صرح كبير زي النادي الاهلي، وانت حاسس ان انت فوزت اخواتك، يعني يمكن هنا اغلب اصحابي لقيتهم موجودين، ناس من عيلتي موجودين، فرحان جدا طبعا، احساس رائع لما تحاول ان انت تبقى سبب بسيط
فرسم بسمة على وشوش أطفال بالجمال ده وبالشياكة دي. كلهم أهلي وكلهم صحابي وكلهم يعني مش عارفة أقولك، حاسة أن أنا أغني في بيتنا يعني، مش راحة في حتة بعيدة خالص يعني. فطبعا منتهى السعادة والانبساط طبعا، ويا رب أقدم لهم حفلة تعجبهم ويبسطوا بيها يا رب. طبعا الامور الخدميه والاجتماعيه داخل النادي الاهلي اكيد بتبقى مهمه جدا لكل اعضاء النادي في مختلف الافرع، سواء في الجزيره، في الشيخ زايد، في مدينه نصر. بالتالي كان تقرير مميز ومهم جدا للجنه المراه. نروح لفقره اخرى وخاصه بالاهلي في كل حته، وهي متخصصه في الحديث عن الانديه اللي بتحمل اسم النادي الاهلي في مختلف الاماكن داخل الوطن العربي. هنبتدي يعني من دبي، أهل دبي، واللي يمكن الفيفا خلاص غرموا 30,000 فرنك سويسري. ده بسبب أن فريق أهل دبي يعني في بعض اللاعبين اللي كانوا متواجدين في صفوفه ليهم بعض المستحقات، فبالتالي كان في شكوى قدمت للفيفا. الفيفا قرر أنه يغرم فريق أهل دبي 30,000 فرنك سويسري، بالتالي في تحذير أن خلال 90 يوم لازم فريق أهل دبي يدفع هذا المبلغ المستحق للفيفا علشان ما يبقاش في عقوبات إضافية، سواء عقوبات مادية أو إيقاف من التعاقدات لمدة فترتين انتقالات. فبالتالي خلال الفترة دي هيتم حل هذه الأمور من قبل نادي أهلي دبي، وأكيد هيقوم بسداد المبلغ المطلوب من قبل الفيفا خلال فترة قريبة جدا، وخلال بالتحديد يعني 90 يوم، يعني خلال الفترة دي بشكل كامل ممكن يقدر أنه يسدد 30,000 فرنك سويسري. وكمان يعني لو ما تمش سداد هذا المبلغ ممكن يتم خصم 6 نقاط من رصيد أهلي دبي في الدوري الإماراتي. نتمنى أن هم يعدوا من الأزمة دي سريعا ويقدروا يحلوا هذه الجزئية. نروح للجزائر، وأهلي البرج بيواصل التعادلات. أهلي البرج يمكن كان بقاله 4 سنين مش متواجد في الدوري الجزائري، السنة دي قدر أن هو يصعد ويشارك في الدوري الجزائري. اتعادل أول مباراة مع مولدية وهران بنتيجة 1-1، المباراة الثانية اتعادل بنتيجة 0-0 مع الرياضي القسنطيني في الجولة الثانية من مباريات المسابقة. بالتالي المباراة دي كانت مباراة قوية، الفرقتين طرد من عندهم يعني فرقة أهلي البرج طرد من عندهم لعيب، وأيضا فرقة نادي الرياضي القسنطيني طرد من عنده لاعب. مباراة كانت مثيرة لكن انتهت بالتعادل السلبي بنتيجة 0-0 ما بين الفرقتين. يعني تعتبر بداية يمكن يعني كويسه الى حد ما بالنسبه اهلي البرج، خصوصا ان هو كان بقاله 4 سنين مش متواجد في الدوري الجزائري، عنده نقطتين من جولتين. اكيد هم كانوا مستعدين بشكل جيد جدا لهذه البطوله هذا العام بعد صعودهم لبطوله الدوري هذا الموسم. نتمنى لهم كل التوفيق، وخصوصا ان هم اكيد طبعا بيحملوا اسم النادي الاهلي، فبالتالي اي نادي اهلي لازم نتمنى له كل التوفيق ان هو يرفع هذا الاسم عاليا وعاليا. نروح لفريق مرباط العماني، المرة دي مش بنتكلم عن النادي الأهلي أو بأسماء النادي الأهلي، لكن بنتكلم عن أبناء النادي الأهلي كمان. كابتن محمد عبد العظيم عظيمة بيتولى تدريب فريق مرباط العماني هذه الفترة، هو يمكن تعاقد معاهم مؤخرا يعني من حوالي أسبوع تقريبا، والعقد لآخر الموسم بالنسبة لكابتن عظيمة أكيد هيكون شيء مميز جدا لو عمل موسم جيد معهم. على فكرة يمكن كان فريق مرباط العماني ده تولاه بعض المدربين المصريين، سواء كابتن محسن صالح قبل كده، كابتن شوقي غريب، كابتن ضياء السيد، طبعا أكيد عملوا نتائج جيدة جدا. الجهاز الفني كابتن عظيمة بيضم كل من ناصر فاروق، حارس مرمى غزل المحلة، وحارس العمامري مساعد مدرب، وعمار شفيق مدرب الأحمال. اكيد نتمنى لهم كل التوفيق، نتمنى الكابتن عظيمه ان هو يعمل موسم جيد، عقد مستمر لاخر الموسم. اكيد كابتن عظيمه خلوا بالكم كان متواجد مع مستر مارتن يول في فتره من فترات، يعني توقيت قياده مستر مارتن يول للنادي الاهلي سابقا من حوالي 2 أو 3 سنين مستر مارتن يول كان موجود وكان بيساعده كابتن محمد عبد العظيم عظيمه. فبالتالي اكيد مدرب كويس جدا وحصل على بعض الشهادات من فيفا، شهادات اكيد جيده سواء رخصه A او B، فبالتالي هو مبشر ومدرب مبشر. ان شاء الله نتمنى له كل التوفيق كابتن محمد عبد العظيم عظيمه في مهمته مع فريق مرباط العماني، وان شاء الله يحقق نتائج جيده في الدوري العماني. يمكن خلاص المباريات هتبتدي او يعني خلال يومين بالكثير بالنسبه لفريق مرباط في الموسم الجديد من الدوري العماني.
دي كانت بعض الفقرات الخاصة بالجزء الثاني من حلقة الأهلي الليلة النهاردة، لكن دلوقتي هيكون معنا فقرة مهمة جدا مع أستاذ إيهاب الخطيب، واللي هيحاور فيها طبعا الكابتن ناصر عباس الحكم الدولي السابق. أكيد هتبقى فقرة مميزة جدا من قبل أستاذ إيهاب الخطيب، وهذا اللقاء الحواري مع الكابتن ناصر عباس إن شاء الله تابعوها، هتكون فقرة مهمة ومميزة جدا. تفضل يا بابا. شكرا أمير. ويبدو أن فقرات اليوم هي الأكثر سخونة، إذا تحدثنا عن الفقرة الأولى اللي هو حرب الدهشوري، والحديث عن كرة القدم وأزماتها واتحاد الكرة، يبقى الكلام عن التحكيم سيكون أكثر سخونة، خاصة عندما يكون معك حكم من كبار الحكام وحكم دولي سابق وله باع كبير جدا. كابتن ناصر عباس شرفني ومنورني. تحياتي لك كابتن إيهاب، وتحياتي لكل الساده المشاهدين، وتحياتي لكل الفريق العمل اللي شغال بشكل جميل جدا. نتمنى ان شاء الله باذن الله حضرتك نعمل حلقه بشكل جميل، ويعني الناس كلها تستفيد منها في المرحله اللي جايه. كابتن ناصر عباس دايما متعود معاك على الصراحه، دلوقتي عايز ابارك لك اقول لك مبروك وجودك في لجنه الحكام في اتحاد الكره والاعلان رسميا. اقول لك مبروك ولا اقول لك لسه شويه؟ لا ان شاء الله خير باذن الله، بس احنا زي ما انت عارف كابتن عصام طبعا مسافر دلوقتي، هيرجع وهنقعد طبعا. احنا المفترض ان كل واحد ليه ملف بيشتغل فيه يا كابتن ايهاب، وما ينفعش ان يبقى عضو لجنه الحكام قاعد من غير شغل. المفترض ليك ملف بتشتغل فيه بشكل علمي بشكل تقني، تقدر انك انت تخلصه بشكل كويس. دي محتاجه ان احنا نقعد ونتكلم فيها. لا يعني ايه عضو لجنه الحكام قاعد من غير شغل؟ هل ممكن يتم وجودك في اللجنه من غير ما يسند لك مهام عمل؟ انت حضرتك قلت ما ينفعش يبقى عضو لجنه. انا بتكلم عن نفسي كابتن ايهاب، انا ما ينفعش اقعد في مكان. بص انا اشتغلت في لجنه الحكام 4 سنين في البدايه خالص لما الكابتن عصام كان موجود، كنا 4 اعضاء. في فتره الحكام كلها كانت بطلت، كان ياسر محمود، سمير عثمان، فهيم عمر، ياسر ابو رؤوف، مدحت الحوفي، مدحت عبد العزيز، الناس دي كانت بطلت تحكيم خالص، واحنا كنا داخلين على لجنه الحكام ومطلوب منك انك انت في مسابقه تبتدي تعد حكام وتطلعها. كانت اصعب اختبار لينا كنجل الحكام. مش عايز اقول لك احنا عملنا يعني شغل كبير جدا جدا، شغل بشكل علمي، شغل بشكل واضح، وكانت سياسه واضحه جدا جدا. قدرنا ان احنا نصعد بقى امين عمر الصباحي، مش عايز انسى حد، محمد معروف، امين عمر الصباحي، محمد عادل، احمد الغندور، حكام كتير مش عايز انسى حد، جيل جديد وابتدوا يلعبوا في المسابقه. فكانت فتره كان فيها شغل كويس قوي قوي قوي. زي ما قلت انا بتعود على الشغل، بحب الشغل جدا جدا كابتن ايهاب، وبحب اسمي جدا جدا، وليه ثقتي مع حكامي مش هينفع اكون موجود في مكان ما اشتغلش. لا واسمك ونزاهتك وصراحتك ده يعني انا اعترف بيه على الهواء. الحمد لله. وبعدين بنطلع نقول اللي بنشوفه. بقول الكلام ده ليه يا كابتن؟ لان انا بقول المحلل، وهخش في سكه ثانيه. المحلل اللي بيطلع يحلل تحكيم يا كابتن ايهاب لابد ان يكون ما عندوش حسابات. دي مهمه جدا. حسابات لاي حاجه بقى. اللي بيحلل تحكيم عنده امانه الكلمه. وعنده لقطه وصوره يقدر يحكي فيها بما يرضي الله. ما اظلمش حكم وما اجيش على حكم. وما عنديش اي مصلحه خالص، لانك انت في ناس كتير بتتفرج عليك، جمهور كبير، حكام صغيره، فبياخدوا منك وبيقولوا امين. النهارده لما يكون ايهاب الخطيب النهارده الصحفي والاعلام الكبير بيقول كلام، الكل بيقعد يسمع له. فما ينفعش ايهاب يقول كلام مش مظبوط. او يقول كلام مش طبقا للقانون. تمام. ده اللي احنا بنتكلم فيه. طب اذا الدور اللي حضرتك شايفه، طالما اتحاد الكره اعلن انك موجود او لجنه الحكام، يبقى اكيد في دور هم شايفينه فيك، ايه الدور اللي انت شايفه هتكون موجود فيه؟ شوف يا كابتن، احنا عندنا في ملف طبعا هو بقاله فتره مش موجود. هذا الملف موجود في كل الاتحادات الاهليه، في كل لجان الحكام اللي موجوده في الاتحاد الاهلي، اللي هو الملف في حاجه اسمها المراحل السنيه او قطاع اللي هو الشباب. النهارده عندك حكام تحت اختبار، تجهيز يعني. بالظبط كده، تجهيز وتاهيل الحكام. اختيار الحكام ديت مهم جدا. ده موضوع مش سهل خالص. لا 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 كابتن، ده شغل انتحاري يعني، انت مطلوب منك. عشان كده بقول ايه، ملف صعب، انك انت تجيب من تحت، تختار ثقافه حكم، ستايل حكم، لياقه بدنيه، ناحيه فنيه، ناحيه تثقيفيه، شخصيه مهمه جدا. قلت حاجه جميله جدا، بتجمع العوامل دي كابتن وتبتدي تاهل الناس ديت فنيا وبدنيا ونفسيا. فبتاخد فتره على اساس انك انت في نهايه الموسم على الاقل لما تطلع 20 حكم مساعد و20 حكم للتحكيم المصري، واجهه تخدم التحكيم على مدار 15 سنه. ده شغل مش سهل، ملف كبير ان شاء الله. اتمنى ان شاء الله لو في خير واتفقنا ان شاء الله يعني نعمله بشكل كويس. لو اتفقنا، انا شايف ان انت ممكن كده يعني
يعني اكيد حاجه على فكره تحسب لك ان رغم اعلان اتحاد الكوره عايز تقعد تشوف مهامك تشوف ايه المهمه الموكله ليك تحديدا عشان يبقى لك رايك النهائي. الكلام ده مظبوط؟ بص كابتن ايهاب بتتكلم كلام مهم. هو انا النهارده عشان اعد الحكام ديت مفترض ناخد مساحه من تعيينات الدوري على الاقل القسم الثالث والثاني. مظبوط. انا مش هعد حكام ومش هتحكم طبعا، فلابد ان يبقى انا عندي مساحه في التعيينات للمجموعه اللي انا بشتغل معها، ان انا محتاج ان انا الحكام مع التدريب الفني والبدني وكل الكلام الحلو ده والمحاضرات الفيديو تيست والاوفسايد تيست والبدني والكلاس وكل الكلام ده ابتدي اشتغل مع الناس، ابتدي ناس تتحكم. فدي دي حاجه من ضمن الحاجات. جميل. فيبقى عندي مساحه من التعيينات ان انا الحكم اللي اقول ده يلعب، ما نجيش نقول لا ده ما يلعبش. يعني في حاجات يعني الف ب معايا المجموعه زي ما بتتكلم النهارده كابتن، النهارده بتصعد الناشئ ازاي كابتن ايهاب؟ نقطه النادي الاهلي النهارده بيشتغل على قاعده الناشئين، بتطلع الناشئ مره واحده ولا بتبتدي تدي له من الاول فتره وهكذا لحد ما الشوط اللي بينزل فيها طبعا كده. لحد ما يقف على الحكم يقف على رجليه. الكلام ده طبعا اكيد هنقعد يعني نتفق فيه ان شاء الله، ونتمنى ان شاء الله ان احنا بنعمل المصلحه العامه كابتن ايهاب. وبقول لك الملف هذا ملف مش موجود في مصر عندنا، تمام؟ ده مش موجود عندنا احنا. يعني الكلام ده انا يمكن انا عامل سيستم كويس قوي عندي، السيستم ده هيبقى فيه الداتا كلها بتاعت حكامي اللي هم يعني كل ما تتخيله من مقاسات فنيه وبدنيه ووزن وطول وكشف طبي، كل الكلام ده على الداتا عندي معمول، تمام؟ وبنشتغل بشكل علمي طبقا للاتحاد الدولي. وطبعا كلنا ثقه فيك في الحته دي، وده ملف مهم جدا طبعا، وهيكون طبعا مضخه لكره القدم المصريه والتحكيم المصري. بالظبط. ولكن رؤيتك بقى للتحكيم الفتره اللي فاتت، تحكيم الموسم اللي فات والموسم ده، ولجنة الحكام برئاسة الكابتن عصام عبد الفتاح، شايفها ازاي قبل ما تشتغل معهم رسميا؟ وخاصة انك يعني بسم الله ما شاء الله ليك باع في التحليل، خاصة اذا كان فيديوهاتك الموجودة او وجودك على المواقع المميزة بتتكلم بشكل في التحكيم قد يغضب لجنة الحكام. طبعا يا كابتن ما فيش شك، انت موجود في مكان يا كابتن ايهاب المفروض المكان ينجح، وبيبقى في احيانا في سلبيات، وهذه السلبيات اللي بد ان احنا كلجنة الحكام النهارده يبقى ليك دور في انك انت تعرض المشاكل وتعرضها بوضوح. وما ينفعش اكون موجود في لجنه الحكام وانا موجود مجرد الوجود، زي ما قلت لك دي مشكله كبيره جدا. وانا بعتب على اي حد موجود في مكان ملوش دور او بياخد مقابل مادي وما بيعملش حاجه. لا انت موجود في مكان. هل في ناس موجوده في اللجنه؟ انا بتكلم عن نفسي برضك. ما انا عارف، لكن كلامك يعني في اشارات. لا مش اشارات يا كابتن، انا بقول يا كابتن المفترض لجنه الحكام هي اساس اللي هو الكيان الكبير اللي بيوضع السياسات كلها، السياسه العريضه، لان احنا عندنا 27 فرع موجودين يا كابتن ايهاب. تمام. لو انا ما عنديش سياسه واضحه تحكيميه للكل، يعني امتى الحكم يلعب، امتى الحكم ترشح دولي، امتى الحكم، السياسه دي موجوده؟ موجوده. وده اللي انا عاوز اقوله. المفترض النهارده عشان اقول السياسه يبقى النهارده كل حكم النهارده معاك وطيب كده كابتن كويس، في كل حكم كويس، السيستم ماشي، الحكم الصغير اللي هو لسه طلع اختبار كطيب في لائحه الحكام، لائحه الحكام اللي ممكن في ناس كتير ما تعرفهاش. هذه اللائحه اللي بتقول الحكم وانت صغير امتى تبقى دولي. بتقول الحكم وانت صغير امتى تتحكم في الدوري الممتاز. بتقول للحكم وانت صغير هذه المعايير والاعتبارات لو انت حققتها بشكل كويس هتبقى موجود او مش موجود. انما زي ما قلت الشغل موجود، ولكن زي ما قلنا مفترض ان احنا يبقى في شويه ما قيمتليش لجنه الحكام الفتره اللي فاتت اللي حضرتك هتشتغل فيها. زي ما قلت لك المفترض ان كل واحد يبقى ليه ملف يشتغل بيه. لا لكن انت حكم شايفهم، شايف عندهم سلبيات، شايف ايجابياتهم، شايف ماشيين على الطريق الصح، شايف محتاجين شويه تطوير. احنا بنتكلم على تطوير عنصر بقى بنتكلم فيهم كويس. طيب هو انا هكلمك على التطوير، انا عايز رايك في لجنه الحكام. ما هو ده خاص بلجنه الحكام. كويس. احنا دلوقتي لجنه الحكام بتعمل تطوير. ما ده شغل لجنة الحكام. كويس. تمام. التطوير بشكل خارجي وبشكل من بره حلو جدا. ولكن شكل يعني في العمق لا مش موجود. ممكن كلام واضح جدا. كويس. يعني ايه تطوير يا كابتن ايهاب؟ التطوير مش انا اجيب الحكم وادي له محاضرات في الكلاس وانزل اقول له خش اعمل تدريب بدني وعملي واعمل اختبار فيديو تيست وسات تيست وخلاص وشكرا. لا. هقول لك على حاجه. من ضمن الحاجات المهمه كان المفروض معسكر الحكام في بورسعيد. اللي هو التحضير للدور العام. كان في معسكرات تمت للحكام في بورسعيد اللي هي بتجهزهم للدوري الممتاز. طيب لو انا قلت تطوير يبقى النهارده انا عندي ايهاب الكومي، ايهاب الخطيب قصدي، حكم. المفترض ان انا عشان اقول ان ايهاب جاي المعسكر
هذا الموسم اللي فات لعب كم مباراه؟ 12 مباراه 20 مباراه. كان عنده مشكله في التحرك في التمركز في كونتر اتاك، كان عنده مشكله في اعتصاب الاخطاء داخل الصندوق، كان عنده مشكله في المرشقه والمرور. بتشتغل على العام وعلى الخاص على العام، بس هو ده اللي انا بتكلم. بتشتغل على الخاص زي ما يبقى عندك لعيب مش كويس في الاوفرات ما بيعرفش يشوط ضربه الجزاء، ما ينفعش فبتدي له العام وبتدربه خاص. انت قلت اهو، انت قلت اهو، عشان اجيب 40 حكم في قاع اديهم نفس الكل اللي بياخدوه هم محاضره الاخطاء وسوء سلوك التسلل. لا ده انا عندي في ناس المفروض تخصص بقى نشتغل تخصص شغل شد عندي بقى. تمام يا كابتن. لا انا عندي حكم ما عرفش يتحرك في الملعب، عندي حكم ما عندوش قراءه في الملعب. هقول لك على حاجه مهمه جدا. انت عارف النهارده يا كابتن التحكيم الحديث، انا وانت حكمين اهو ومعانا واحد ثالث وعندنا مباراه، بيجي مدير فني يا جماعه انتوا عندكم مباراه النادي الاهلي والنادي الاسماعيلي، اقعدوا كده عشان نقدر يعني نعرض لكم شريط النادي الاهلي والاسماعيلي، نشوف اللعبه بتتحرك ازاي عشان انتوا تبتدوا تعملوا استراتيجيه على الشغل بتاع اللعيبه، نشوف النادي الاهلي بيعمل كونتر اتاك ازاي او بيحضر من تحت من الناحيه الدفاعيه وبيبتدي يهاجم من ناحيه اليمين او الشمال. انت كحكم بتشتغل على الكلام ده النهارده، ده العلم بيديك ازاي تبقى عندك قراءه، قراءه الملعب ازاي تتحرك ما اروحش في المكان الغلط. ما انا عارف النهارده النادي الاهلي بيلعب ازاي وامتى اللي بيدافع وامتى اللي بيهاجم، النادي الاهلي بيعمل كونتر اتاك كويس. فبيديك بيشرح لك مدير فني بيشرح لك طرق اللعب الفريقين، بيقول لك كمان عندهم ايهاب، عمال اقول ايهاب ايهاب بتدي مثل ايهاب في منطقه الصندوق بيعمل حاجه اسمها التحايل وبيضحك على الناس فخلي بالك منه. عندهم لاعب بيعمل اخطاء كتيره جدا وما بياخدش انذار، وده بيحصل عندنا في مصر. يعني تحس ان تحس مثلا في فرقه معانا لعيب بيخش فيها جامد جدا ما بياخدش انذار وما بياخدش انذار، تحس ان في لاعب مشهور بالتحايل بيرمي نفسه في منطقه الجزاء بيزعق مع الحكام، فانت بتديله الحاجات دي بتدرسها له انت. ده التحكيم الحديث. بنتكلم النهارده زي ما بقول التطوير مش بس ان انا اجيب الحكام واديهم محاضرات، لا احنا عاوزين النهارده الحكام نجيب ملف لكل حكم نجيب اجاباته وسلبياته، لان انا النهارده عنده مشكله وفعلا دي حقيقه. انا عندي حكام عندها مشكله في الصندوق، في الصندوق عنده مشكله. عندي حكام في الكونتر اتاك، يعني قبل ما تبتدي تعمل لازم تاخد بالك برضه حكم ليه واقفه هجوم في اتجاه الكره، لازم يبقى واقف كويس في الضربه الركنيه. عندي حكم ممكن النهارده كابتن ايهاب يروح في مسار الكره تخبط وتروح عامله هجوم معاكس تبقى مشكله. يبقى النهارده بنعلم الحكام اللي عنده مشكله في حاجه بنبتدي نعالجها له بعيد عن بقى العام اللي هي المحاضرات اللي بتعمل ده. ده الشغل اللي احنا بنتكلم فيه، ده التطوير، ده التطوير حلو. ده لسه هنتكلم كتير بقى كابتن ايهاب. كويس. هو التطوير مش بس على المستوى الفني والبدني بس، لا انا النهارده عندي معدي بدني كويس. هقول لك على حاجه، نيجي لجهاد جريش. جهاد النهارده كان 4 سنين بيتعامل مع الفيفا. كل اكلك وشربك ونومك وتدريبك وتدليكك وبرنامج كله بيتعمل لك على الميل. مش حاجه اسمها تعملها بتشرب بمزاجك خالص. يعني تنام امتى، تاكل امتى، عيناتك الوزن كشف عليك وكل الوزن. كابتن جهاد 86 كيلو وربع ما زدش. ده الشغل اللي احنا بنتكلم فيه التفاصيل يا كابتن ايهاب مهمه جدا. لو احنا النهارده بنحب نشتغل لا هيبقى في شغل كتير جدا جدا الناس تشتغل. ايه اللي متطبق من ده داخل اللجنه الحاليه وايه اللي لسه هيتطبق؟ التخصص في الملفات. مش عاوزين امور تبقى عايمه، لا يبقى ايهاب النهارده، ايهاب النهارده انت عندك ملف المراقبين كويس انت ماسكه، بس مطلوب منك انك انت تعدل المراقبين بشكل كويس. مطلوب منك انك انت كمان تصنف لي المراقبين اي بي سي، لان النهارده المقيم ده خلي بالك يا كابتن ايهاب ده المقيم ده مهم جدا. دوت عين لجنه الحكام في الماتش. المقيم اللي بيروح يراقب الحكم. ما ينفعش المقيم النهارده ينزل الحكم يقول له بين الشوطين يقول له ايه؟ يقول له انت في قرار خدته واديت فيه بطاقه حمراء. انت غلط. يوم الحكم يقول له لا مش غلط. كابتن التعديل الجديد في القانون بيقول ايه؟ بيقول يا كابتن ايهاب مثلا ان الحاله ديت بتاخد فيها كارت احمر. انت معايا؟ يبقى النهارده المراقب لما يكونش فاهم وينزل الحكم يقول له الكلام ده طبعا كلام طبعا مش مظبوط. فانت النهارده بنتكلم في تحكيم المراقبين، ملف كامل بتاخده كابتن ايهاب. تعيينات المراقبين مهمه جدا جدا ان يبقى في تصنيف للمراقبين. انا بتكلم موضوع كبير جدا جدا كابتن. موضوع كبير جدا هناخد منه محاول نقدر عليها. عندنا ملف المراقبين، عندنا ملف المحاضرين، عندنا ملف في المراحل السنيه، عندنا ملف في الحكومه. كل ده في تطوير. طبعا طبعا طبعا. ده ينجز في قد ايه؟ هيحتاج له طبعا، مش هينجز في موسم واحد، لازم تبقى خطه طويله الامد. بص يا كابتن، لكن ليها تحقيق وليها مواعيد. بص كانت انا قلت له كابتن عصام طبعا هو موجود، قلت له بص عصام النهارده الاتحاد الدولي اشتغل 4 سنين مع المجموعه اللي هي حكمت في كاس العالم لمده شهر. تاني بقول اهو طبعا
لجنة الحكام بقيادة كولينا وأكبر واحد يعني بس ما شاء الله اسمه كبير اسمه مساكة كان ماسك مدير فني يشتغلوا أربع سنين يا كابتن إيهاب مع مين؟ مع مجموعة لمدة أربع سنين عشان بطولة فيها 30 يوم وبعض المجموعة دي على مدار الأربع سنين كان معاهم أخطاء وهم حاولوا يعدلوا فيها ويدوهم فرص كتير ومسكوا على الرهان بتاعهم كتير يا كابتن إيهاب معسكرات وتدريبات وامتحانات واختبارات حاجات كتيرة جدا 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 فالنهارده لجنة الحكام بقول يا جماعة لجنة الحكام المفترض وأنا بقول ده رأيي ما ينفعش تشتغل أربع أشهر وتمشي ولا خمس أشهر وتمشي ولا ماتش في الدوري بس ولا ماتش في الدوري باظ أو حصلت مشكلة يقول لك روح وهات لجنة تانية لا كابتن النهارده احنا لجنة الحكام ليها ملفات بتشتغل عليها فبود إن يكون عندنا على الأقل عندنا سنتين بنشتغل زي ما حضرتك قلت كده ده لو في عمر يبقى في سياسة ما قلت لك ضمن السياسة اللي هي إيه اديني فرصة أشتغل زي ما بتدي المدرب الاجنبي فرصه يشتغل ادينا انا راجل كلجنه او كلجنة حكام اشتغل اقل لمده كامله سنتين عشان تقدر تشوف وتحاسبني لما النهارده 14 مش هشتغل مش هعمل حاجه ما هو احنا طبعا في ظل ان احنا شايفين فيه هجوم كتير جدا على الحكام وانا هقول لك على نقطه هقولها بصراحه يبدو ان في حرب فضائيه على التحكيم يعني تحليل التحكيم هو من يصنع المشكله ما اعرفش تتفق معايا ولا لا تتفق معاك تمام انا بشوف تمام. ان تحليل بعض الحكام الكبار اللي امتهنوا التحكيم والحركه واحد برضو بتحلل وحكام كتير والكابتن عصام بيطلع يحلل وكابتن جمال غندور وكابتن شناوي كلهم كباتن كبار وليكم وضعكم وقيمتكم لكن يبدو ان مشاكل التحكيم تاتي من ابناء التحكيم اتفق معاك 100% ممكن اقول او اقول لا بقول لك لا الكلام ده صحيح بس انا بتفق معاك مليون في المية انا هنا بقول بمرضي الله بص كابتن هاب انت معروف عنك بتقول بمرضي لكن كابتن ناصر عباس حكمنا الدولي الكبير صاحب التاريخ الكبير ليه نفس اللعبه بنشوفها من حكمين كبار برايين مختلفين تمام شوف يا كابتن التحليل التحكيم امانه فهم وادراك للقانون بدون حسابات تاني بقول الامانه تقتضي ان انا اقول اللي شفته الامانه تقتضي انما يكونش عندي حسابات الامانه تقتضي ان انا اقول بما يرضي الله واقول القانون حلو كل الناس بتعمل الكلام ده اشرح لكم لا طبعا لا طبعا ليه لا طبعا اسالهم اسالهم بيسال يا بيلا ليه اسال اسال النهارده يا كابتن بص احنا بنتكلم في التحليل التحكيمي هل من المفترض يا كابتن ايهاب انت بعيد عن التحكيم هقول حاجه مهمه جدا جدا هل ينفع انت حضرتك تجيب لقطه صوره ثابته وتحلل؟ لا سؤال بقى جاوبني انت لا طبعا لا ولا مبرر لا لا ما انا بقول لحضرتك لا اجيب لقطه ليه؟ صوت انا هقول لك ليه برضه ثابته قول اتفضل لان الكادر اللي اتاخدت منه عنه وهل وضع الكاميرا كان محطوط صح ولا غلط؟ وهل يعني اتلعب فيها شويه ولا لا؟ يعني فصوره الفيديو الجراده واوقف واعمل لايف قدام الناس كلها لان برضه حضرتك عارف ان في اجهزه كتير جدا ممكن يعني الاشارات بتاعتها اذا كانت الكاميرات محطوطه في وضع غير سليم فبالتالي بتبقى فيها مشكله. طيب كابتن ايهاب انا عندي اللقطه حاله ركل جزاء. اولا بتصور بثلاث كادرات او اربعه. تمام. كويس؟ لو انت عاوز تحلل اللعبه ديت بتسيب اللعبه تمشي. انت راجل محلل تحكيمي، خلي اللعبه تمشي الناس كلها تشوفها. شوفها من اكتر من زاويه. انما ما اجيبش زاويه معينه انا عاوزها. والناس اللي قاعده بس عايز اقول مع احترامي ليهم اي محلل تحكيمي بيجيب زاويه معينه بعد ساعتين بيجيبوا له كل الزوايا بيردوا عليه، اذا هو الخاسر. خلاص. صح. خلاص برافو عليك هو ده اللي بيحصل. هو ده اللي بيحصل. الحاجه اللي عاوز اقولها مهمه جدا. هو انا النهارده كابتن ايهاب لما باجي اعمل اختبار للحكم بجيبه في قاعه وشاشه كبيره كده وبعمل له اختبار حاجه اسمها الفيديو تيست، ايه هو الفيديو تيست؟ بجيب له 20 حاله تحكيميه الحاله تلو الحاله بيشوف الحاله كلها في حاله ممتعه ايه انا ممتعه بحضرها مع اللعيبه في كل سيمينار دولي بقعد احضرها ممتعه جدا يعني اللعيبه نفسها بتحصل يعني خناقات على القرار ويقولوا تعالى نشوف القرار بالزبط. والحكم ياخد القرار يقول له طب تعالى نشوفه صح ولا غلط برافو عليك ف هوصل لحاجه معينه بتجيب الحكام تعمل لهم اختبار قياس لمدى قدرتهم على تقدير الاخطاء كويس ال 20 حاله هنفترض ال 20 حاله ب 20 درجه او ال 20 حاله الحاله بخمس درجات يعني الاختبار من 100 في حكام بتنجح وفي حكام تمام دي حالات صعبه جدا بصراحه الحالات صعبه جدا الحالات عباره عن ركلات جزاء لمسات يد تسلل التسلل الحاجات دي كلها بتتعرض فبيجي لك الحاله ازاي يا كابتن ايهاب بتتعرض الحاله قدامك لايف
تتعادلك مره، انت كحكم اهو وانت قاعد ماسك الورقه والقلم كده. الحاله الاولى هي الحاله الاولى هي كده، الحاله الاولى فيها قرار ايه؟ انت بتاخد قرار فني وقرار انضباطي. طب في ركله جزاء معاها بطاقه ولا مش معاها؟ بتقول ركله جزاء بطاقه صفراء. وساعات بيدي له قرار الحكم ويقول له قرار الحكم كان مظبوط ولا لا. بالظبط كده. ما هو بعد كده انت بقى بيعمل فيدباك على الكلام ده، تشرح الحالات دي بقى وتقول للناس إيه انت كنت غلطان في ايه والحالات بتفسر ازاي. انا بقول الكلام دوت ليه يا كابتن؟ يعني احنا بنحل بنقول للحكام حاجه وبنقول لهم حاجه. يعني انا لما اجيب للحكم حاجه حاله بتتعرض لايف وثلاث كادرات واجي انا احلل حاله ثابته وصوره ثابته، كان ده ما ينفعش. ما ينفعش. لا. سيب الحاله تمشي وسيب الكادرات تمشي وحلل بالقانون يا اخي. يعني انا مش عايز اتكلم في تفاصيل كابتن ايهاب لان انت التفاصيل هتدخلني في حاجات كتير واضحه، ولو اتكلمنا في تفاصيل اكتر يعني من كده. انما انا بطلب تاني من خلال برنامج المحترم، انت راجل محترم طبعا اكيد يا جماعه، نراعي نفسيه الحكم. يعني انا امبارح كلمني حكم، خليني اتكلم معاك بامانه، اشتكى يعني اشتكى بقسوه اسوء ان كابتن انا عندي الحاله الفلانيه طلعت قال كذا 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 كذا. انا بحل الحاله في اليوم السابع على فكره. وارد ان الحكم يخطئ ولكنه خطا غير مقصود. وارد الخطا. المشكله ان الخطا مش عند الحكم، لا مش عنده هو. هو انا اسال سؤال يا كابتن، هو انا كابتن انا احنا الاثنين حكمين. المخالفه عندك انت. وانت مسؤول عنها. ما تجيش تقول عند نصر. لا. عشان نوضحها اكتر، اذا كان حكم الصفاره اللي في الملعب بالظبط الكوره اللاين مان اداله اشاره معينه واكد له عليها وهو من حق حامل الرايه ان ياخد القرار ده والصفاره اشتغلت عليه وكان الرايه خاطئه، هنا مين يتحمل؟ هو بص يا كابتن، المساعد يتحمل الخطا. تمام. كل واحد يتحمل خطاه. كويس. انما انا كمحلل بقى ما اجيبش مشكله ده اشيلها لبقى. انا ده صاحبي وده حبيبي وده كان معايا، ما ينفعش وده بيديني التشكيل قبلها. لا يا كابتن لا. تمام. لا لا لا. بنقول تاني. الحكم الاضافي. ده الحكم الاضافي ده قصه كبيره بقى عشان نتكلم فيه. انا هحضر لك سؤال ليه. يعني احنا اما كنا يعني التحكيم ماشي بالشكل التقليدي، قلنا نحط الحكم الاضافي او الناس ساعات تقول لك الحكم الخامس، لكن انت بتنطق النطق الاحترافي بتاعها والحكم الاضافي اثنين. تمام. الحكم الاضافي ده انا بقول لحضرتك اهو لم يشعرني انه موجود، بل هناك اخطاء فادحه امام عين الحكم الاضافي. والسلام عليكم. وعليكم السلام. هتفق معاك بنسبه 80%. حلو كده. دي نسبه كبيره قوي. ده انا بشكرك. طب قول لي ليه. ليه هقول لك. واجبات الحكم الاضافي. المستقبل واحد والمرسل اكتر من واحد. تاني اقول يعني ايه؟ يعني الحكام هم اللي بيستقبلوا. تمام. طب اللي بيدي المحاضره للحكم الاضافي ايه؟ اكتر من واحد. طب انا هسمع ده ولا ده ولا ده ولا ده ولا ده؟ قول لي انت بقى. طب ما انا واحد للمحاضرين الاتجاه بسيطه. يبقى بسيطه كده. ما انت قلت الكتيب اللي في الاول لموحد على الناس كده. يعني ايه مين يدي المحاضره للحكم الاضافي؟ احنا بنقعد. ما هو المحاضر ده وده وده مش هيدي قانون مختلف. ايهاب ادي ايهاب انت محاضره للحكم الاضافي. لان اللي هتقوله على فكره الكلام اللي حضرتك بتقوله من اخطر ما يمكن جدا، هتقوله لكل الحكام. يبقى ما فيش حكم يقول لك لا يا كابتن انت قلت لي كلمه وناصر عم بسال لي كلمه ثانيه. طب انا اسمع كلام مين فيكم؟ يعني احنا حكام طاقم تحكيم معانا حكمين اضافي، حكم اول وحكم ثاني، قد يكون المجموعه اللي في الملعب دول كل واحد عدى على محاضر. بالظبط. بالظبط. فين الواجبات بقى؟ طب هقول لك على حاجه مهمه جدا. ايه هي واجبات الحكم الاضافي؟ لان برضك للاسف الشديد احنا بنطلع مش عارفين حاجه. وضحها لنا بقى. هقول لك. بص يا كابتن، الحكم الاضافي في القانون هو احيانا بيحل محل الحكم المساعد. على سبيل المثال لو الكره جت هدف عبرت خط المرمى بين قامين وتحت العارضه، هدف او مش هدف، مين اللي المفروض يدي الجون؟ الحكم المساعد لو موجود. صح. الحكم المساعد احيانا بيبقى في نص الملعب عقبال ما الكره بتتشاط وبيوصل، هو مش هيواكب سرعه الكره وساعات بقى في زحمه وناس يعني مش هيشوف الكره عدت ولا ما عدتش. بتحصل مشاكل كتير. وحصلت ان الكره عبرت بكامله خط المرمى، الحكم المساعد ما قدرش يوصل. كويس. ودي بقت مشكله. قالوا نحط الحكم الاضافي على خط المرمى. دي الف ب بتاعتك ثابت. يبقى هو عليه اللي يقوم مكان الحكم المساعد لما يبقى في كره تعبر او ما تعبرش. هو يقول كويس في الكوميونيكيشن سيستم بيتكلم على طول. كويس. يا ناصر هدف. السيستم ده شغال؟ اصل انا ساعات بحس وانا بتفرج انه مش شغال. مش عارف والله يعني. مش عارف. مش عارف. وانا قلت كلمه مهمه جدا في اخر مباراه بحللها،
جماعه الحكام اللي تنزل الكوميونيكيشن مش شغال بيجربوه المفروض. لا من فضلك اقلع، لان يبدو اختلافات بعض الحكام على قرار واضحه بالعين. طب ما تتكلم، مش لازم تروح. لا هقول لك على حاجه ثانيه. طب وانا النهارده لو الكوميونيكيشن سيستم شغال، انا مفترض ان انا ما اعملش الحكم الرابع مثلا 3 دقائق او 2 دقائق لان في كوميونيكيشن، بقول له الوقت ضايع 4 دقائق. برضه في حكام بتحب تاخد اللقطه، يقف كده ويدي بتاع، وفي حكام كتير لا في حكام بتحب، انا بقول لحضرتك وفي حكام بتحب تاخد اللقطه وهي بتوجه جهاز فني. طيب وفي حكام بتحب تاخد لقطه ويجيب اتنين لعيبه ولغه الاشاره. ماشي، نرجع لمرجوان. يبقى احنا قلنا دي مهمه جدا. تمام، لان فعلا الحكم ساعات احيانا بيبقى صعب ان هو يعمل كونتر اتاك سريع، فالكره تيجي جون وانت قاعد مش شايفها. كويس، فدي مهمه. الراجل بيقف على الخط، الحكم الاضافي يدي ايه، يقول للحكم هدف او شيء. كمان بيدي المخالفه الركله الركنيه او رمية التماس. ضربة الجزاء بقى، نيجي بقى هنا ضربة الجزاء. هقول لك ما تقلقش، مش هسيبك اصلا يا ابويا، انا قاعد معاك للصبح. ماشي، ما عنديش مشكله. ماشي، هنا قال القانون ايه؟ قال لك الاخطاء التي لا تقع تحت نظر الحكم. يعني ايه؟ يعني انا كحكم اضافي شايف الحكم بعيد في التلت الدفاعي، والكره اتعملت لونج باص في ال 18 عندي، عقبال ما يبتدي يعمل السبرنت ويروح استحاله يشوف. يبقى دي اول حاجه، يبقى الحكم مش شايف. كويس. نمره 2 معدود زاويه رؤيه. نمره 3 الخطا واضح جدا وصارخ يا كابتن. كويس. يعني ركله الجزاء ما حدش يختلف عليها خالص. كويس. والحكم ما طلعش الصفاره. حلو. انا هنا اتدخل. حلو. انا هنا ايه؟ ولما اتدخل القرار هيبقى بتاعي 100% ولا؟ مليون في المية. لسبب ليه؟ ولا من حق الصفاره تلغي القرار؟ لا، من حق الصفاره تلغي القرار. بس خلاص. ليه بقى؟ هقول لك على حاجه. هتدخلني في متاهات الفار. لا خالص، انا الفار. بس عشان الناس الفار. لا هروح للفار. الفار الحكم الوحيد. هرجع تاني للحكم. انا مش في الفار دلوقتي. طيب. ما هو الفار من حقه، شفناه في كاس العالم والصفاره لغت قرار الفار رغم ان قرار الفار كان صحيح 100%. برافو عليك. يبقى اذا بنتكلم في القانون، الحكم عليه ياخد بقرار او ما ياخدش بقرار. كويس، هو المسؤول عنه. لكن ليه دور للحكم الاضافي؟ الحكم الاضافي ابلغك. بس امتى ابلغك؟ هقول لك على حاجه مهمه جدا الناس مش فاهمها. هو لما يكون ايهاب النهارده بينه وبين اللعبه 6 متر، ادي واحد. كويس. وعنده زاويه رؤيه واضحه وجميله ورائعه. ده حكم، ده هيبدا الحكم المباراه. كويس. ايهاب عنده رؤيه واضحه، بينه وبين اللعبه 6 متر. شاف اللعبه كويس قوي قوي. كويس. وما خدش القرار. انا اقول له خد قرار. السيستم شغال المفروض. ده راجل مقدرها. يعني انا شايفه بيلعب. كويس. يعني الحالات التقديريه، بص مش ممكن الحكم يسرح سنه فواحد ينبهه. طيب. يقول له دي كذا. طب لما الحكم يسرح ثانيه يعني ايه؟ وارد. يعني انا شفت وبقول العب. معنى كلمه تلعب ان انا شفت خلاص. صح. انا اتدخل كحكم اضافي لما الحكم يكون بيدي قرار بيقول العب. مفيش مشكله، بقول لك مفيش. لو انا متاكد 100% ان انا حكم اضافي، يعني كحكم اضافي متاكد ان دي ضربه جزاء وقد يكون اختلفت على الحكم، لازم اراجعه ان شاء الله بيني وبينه في الصوره. برافو عليك، تراجعه. اراجعه طبعا. لما تكون عارف يا كابتن ايهاب امتى؟ لما تكون الحاله واضحه جدا. ما تخش في عنصر التقدير. التقدير قد نختلف فيه انا وانت. لا، التقدير هنختلف فيه. عشان كده بقول من خلال البرنامج للناس، يا جماعه من فضلكم، الحالات التقديريه اللي قد نختلف انا وانت. اختلف. اتركها للحكم. تمام. الساحه. تمام. اما الحالات الواضحه جدا، لمسات اليد الواضحه، العرقله الواضحه، السلوك المشين الواضح، والحكم ما حسبش، لا اقول له. اقول له لازم. ليه؟ لان انا النهارده في الـ في الـ في التحليل الفني هتسال انت بنت قلت له ولا ما قلتلوش؟ لا انا قلت له، بس هو ما خدش القرار، هو مسؤول. طب اقولها لك بشكل تاني. قول. ترجع لثقه الحكام في بعضهم. هناك ممكن صفاره ما سقف لك. انا بقى على الحته انت قلتها دي، والله سقف لك اهو، مش تمثيل ولا حاجه والله. كابتن النهارده لما اكون انا معاك النهارده حكم اضافي انت مش واثق فيا اصلا، حتى نازل قلقان مني، مش مرتاح لي، عندك خطا قبل كده في مباراه وانا شايفه وانت معايا في الملعب تحت الضغوط. بس يا كابتن تحت الضغوط واللياقه البدنيه وضغوط الاعلاميه وضغوط المباراه، ربما انا كمان عندي شك داون في القرار. هتيجي انت تقول لي مثلا حاجه انا برضك عندي شك منك، فانت بتلخبطني. انت قلت حاجه مهمه جدا، الثقه. عشان كده بقول ايه بقى؟ طب الحكم ده لابد ان يكون حكم كبير. لا، لابد يكون حكم كبير. حتى انا كحكم كمان ابقى مطمن لما يقول لي في الكوميونيكيشن ركله جزاء ركله جزاء ركله جزاء. ما افكرش. خلاص، يبقى طالما ركله جزاء. طالما معايشه بقى مع بعض وبقى هشتغل معاكم في لجنه. طب اقول لك ايه؟ هو جاد جريشه قاعد 4 سنين يشتغل مع مين يا بيه؟
مع الطقم بتاعه. مارادونا عشيق المغرب طبعا، ومع وليد احمد من السودان طبعا، مع بعض في كل حته طبعا. مهم جدا انك انت تعمل طاقم تحكيم يبتدي يشتغل في كل الماتشات. حاجات كتيره يا كابتن ايهاب لو قعدنا لحد 3 سنين نتكلم. ده الحكم الاضافي وشرحته بالشكل المطلوب. تمام. هدخل معاك في تقنيه الفار او الفيديو عشان تمام مشاهدينا. التقنيه دي يا كابتن ناصر في كاس العالم، وانا كنت موجود في احداث كتير وفي مباريات مختلفه، مباراه مصر وغير مباراه مصر، لاحظت كده باحساسي ان الاتحاد الدولي مش عايز ينجحها او مش عايز يديها، رغم ان كلينا طلع واتكلم ومدي حاجات كتير، ورغم ان الاستعداد بتاعتها في روسيا كانت معموله زي ما قال الكتاب وكل حاجه متاحه، ورغم ان شفنا ان قرارات كتير للفار الحكم الصفاره لغاه، لكن الفار تجربه مهمه جدا. تمام. واسالك قبل ما اقول لك على الفار، الحديث عن ان الفار بيقلل المتعه ويزود المتعه، انت متفق ولا مختلف؟ شوف يا كابتن، التجربه جديده كابتن ايهاب، عشان بس ما نحكمش عليها. تمام. لان محتاجه برضك شغل. شغل زي ما حضرتك قلت، تقليل وقت الفار، يعني ايه؟ المراجعه نمره واحد، نمره اثنين لما بتروح انت تراجع، ما هو ممكن اراجع الفار وما اروحلوش. يعني حتى ممكن اراجعه في الكوميونيكيشن بيراجعني. بروح له امتى؟ لما بكون انا بقى محتاج اشوف الحاله. دي بتاخد تقريبا من دقيقتين لثلاث دقائق، دي من ضمن المشاكل. هم اللي النهارده بيحاولوا ان هم يقللوا فتره التوقف. انما عاوز اقول لك على حاجه، بالقياس بقى 2014 البرازيل، خلي بالك ده في النتائج، كنا عامل احصائيه، لا الاخطاء التحكيميه في 2014 كابتن ايهاب كانت فظيعه. النهارده الاخطاء التحكيميه رغم اختلاف الحكام مع الفار، انما الاخطاء مش كتيره. يعني وصلنا لحد كبير ان العداله كانت موجوده في الفار. فيما يخص الاتحاد الدولي، اعتقد ان في شركات، خلي بالك موضوع الفار مش سهل، هناك شركه في بروتوكول موجود، وفي شركات متخصصه، وما تقدرش تشتغل الفار النهارده. بقول الكلام ده احنا هنا في مصر لا صعب، عشان الا لما تاخد موافقه كتابيه من ايفاب اللي هو المجلس الدولي التشريعي والاتحاد الدولي. ما اقدرش اشتغل الكلام ده لما باخد موافقه، ويجي هو الشركه اللي تشتغل لك تعمل لك الكلام ده هنا في مصر. بس انت عندك ملعب لازم يكون مؤهل، بتتكلف ما انا هقول اهو، وكاميرات وتتكلف مبالغ كبيره، صعب ان احنا نعمل الكلام ده هنا في مصر في هذا التوقيت. لكن ممكن يبقى عندنا نوع من البدايه او الاستعدادات لحاجه زي كده، كنوع من الدعم للاتحاد الدولي او حاجه، لان التكلفه كبيره جدا جدا. زي ما قلت لحضرتك، هنا هو مين اللي بيعمل الكلام ده كابتن؟ شركات خاصه مش الاتحاد الدولي. في دول يعني دوريات كبيره جدا في العالم. بلاش كده كابتن. النهارده الدوري الانجليزي، انت اعتقد شفت كان في ماتش تقريبا اخر ماتش اتلعب، انا كنت بشوفه مفيش حكام مضافين في المباراه. لا سؤال بس، مفيش حكام مضافين عندنا، بيلعبوا بثلاثه وحكم رابع بس. باخد من هنا بقول حاجه مهمه جدا، بقول يا حكم اعتبر انك انت معكش حكم اضافي، اعتمد على نفسك. المنطقه الميته ديت المفروض تروحها، روح لها، ما تعتمدش ان في حكم اضافي عندك. ما هي المصيبه ايه؟ بس اللايمان هناك بصراحه معظم اللايمانات يعني جبارين. ده احنا بنتعاد نقعد نقول هو صح ولا غلط مرتين ويطلع صح. بالظبط، جريته صح، وقفته صح. برافو عليك. تحركات الحكم المساعد على الخطوط، رشاقه، مرونه، تحركات جانبيه لضبط التسلل. ما ينفعش اضبط التسلل لما بجري بطول كده. التحركات الجانبيه والرشاقه والمرونه دي تدريب عملي للحكام المساعدين بيعملوها لهم. كابتن ده في حاجه عاوز اقولها لك، هنقعد انا نتكلم الصبح. بيجي يعمل اختبار للحكم المساعد ال 20 حاله، حاجه اسمها الاوفسايد تيست. هيشوف هو هيجيب كام حاله صح. ده كلام ده في الملعب مش في على الشاشه، في على الشاشه وفي على الملعب. يعني يجيب لعيبه كده في الملعب يحركهم وبتاع والكلام ده، والحكم يساعد ويروح ايه عامل اللعبه، هو الحكم بيرفع وما يرفعش. بيجي يشوف له هو كان التمركز بتاعه صح مع اخر تاني مدافع ولا لا. طب في حكام بيجيب مثلا 20 من 20، 20 حاله من 20 صح، يعني رفع صح او ما رفعش صح. بيلاقوا ان التمركز عنده ما كانش مظبوط، بس جايب جايبها حاله صح. بيحسبها له غلط. بيحسبها له غلط. هذه نقطة مهمة. يعني القرار مظبوط، التمركز مظبوط. التمركز مع آخر تاني مدافع مظبوط، لأن ممكن تيجي معاك مرة أو مرتين. مش هتيجي معاك كل مرة. إذا النهاردة بنشتغل مع الحكام إيه؟ إنك أنت يا حكم يا مساعد لابد إنك أنت تكون تمركزك مع آخر تاني مدافع، ما أنت السابق وما أنتش متأخر، لأن نص ياردة هنا أو هنا يفرق، تخلف معاك في القرار. طبعا. بس انا متمتع بالكلام اللي حضرتك بتقوله، ولكن من غير دون زعل، حكامنا بيتكلموا كويس جدا، لكن ايه اللي بيحصل في التطبيق؟ حلو.
التطبيق. خلي بالك التطبيق محتاج حكم عنده شخصية لا يتأثر بالضغوط. شفت تاني اهو لا يتأثر بالضغوط، لا يتأثر باللعيبة في الملعب، لا يتأثر بلجنة الحكام، لا يتأثر بالإعلام، حكم اللي يشوفه يحسبه. لو حرب الدهشوري قال لي عايزين نحمي حكامنا، حكامنا ما حدش بيحميهم. قبلك على طول. طب احنا بنتكلم يا كابتن، احنا ما عندناش جماهير. كابتن ايهاب ده في مشكله، مش قصده على الجماهير كمان. ما هو الجماهير دي خلي، لا ده مش ده في جماهير كابتن، ضغط الجماهير كمان يؤثر ويعمل ضغوط على الحكم طبعا. فانت النهارده بتلعب من غير ضغوط، يعني انت عندك نفسين ريح يعني مرتاح. طيب انت بتيجي تطبق غلط ليه؟ تقول سؤال مهم جدا، ايه اللي يخليك تطبق غلط؟ طب تعالى اقول لك ليه. تطبيق غلط نتيجه عوامل بدنيه وفنيه. ما انا النهارده 90 دقيقه بكون قدرتي البدنيه لا تستحمل الشوطين، حاجه اخر ثلث ساعه ربع ساعه كابتن ايهاب مش هقدر اتواصل، اروح في الميعاد، اروح في المكان، اروح وافتح زاويه، هروح مكسل، اذا هاخد القرار خطا. ان لم يكن الحكم لديه القدره على ان يتواجد في المكان الصحيح في التوقيت الصحيح في زاويه الرؤيه الصحيحه، محتاجه جهد بدني عالي طبعا. تاكد تماما ان القرار راح منه. من وانا قد كده كل ما افتح الجرايد اقول لك الحكام وقعوا في الاختبارات الكوبر واللياقه البدنيه ولما كبرت بقى قال لك الورنر تيست والناس بتقع فيه. حلو. والقصص يعني اللياقه دي حاجه مهمه قوي قوي عند الحكام، ودايما فيها مشاكل كتيره واختيار القايمه ومش عارف مين عاد كم مره ومين. دي مشكله ازليه عندنا فعلا. كانت المشكله دي موجوده كابتن ايهاب، وبتفق معاك تماما، لان كانت الناس بتتمرن غلط. بتتمرن غلط طبعا يا كابتن. هو احنا في ما عندناش حد ترينر لل ما كانش موجود للحكام. حد لا ما كانش دلوقتي موجود. دلوقتي موجود. عشان كده بقول يا كابتن ايهاب، ما هو النهارده ايهاب الخطيب طلع اتمرن وهو طالع مبسوط قوي، قال لك انا اتمرنت ساعتين وعملت وعملت. ده من وجهه نظر الدنيا، من وجهه نظره هو ايهاب وانا بتمرن غلط وانت بتتمرن غلط. لا النهارده كل حاجه بقت شكل عادي. عشان كده بقول لك جهاد كان كل حاجه على الميل بتيجي، يعني ما قدرش يتخط خطوه الا بالميل. اعمل كذا اعمل كذا اعمل كذا، وتحط لك القواعد اللي هتمشي عليها، فبالتالي الميل جاي لك هتطبقه خلاص. طب هقول لك على حاجه جميله جدا والله هتستغرب. ده في حكم عنده قدره يعمل اثنين ورنر في بعض. والله ما بهرج. في الملعب كل الاحداث هو بعيد عنها. الموضوع مش موضوع ورنر بس، ما تستحملش ضغط بقى. لا هقول لك بقى، مش موضوع ضغط. من شويه حضرتك انا قلت لك قراءه طرق ولعب واساليب الفريقين، ودي رائعه واول مره اسمعها كابتن. هنتكلم بعلم. مش انزل يا ابني حاكم واجري في اي حته والكلام ده. لا لا يا حبيبي لا، ده انا النهارده بقعد ادرس النادي الاهلي النهارده في ماتش الترجي امبارح. النادي الاهلي مثلا كان بيلعب باسلوب، ربما يغير اسلوبه في المباراه ثلاث اربع مرات. اقرا وانا في الملعب. اقرا يا بيه. وانت كلام دوت واحد هيقول لي هو ايه؟ لازم الحاكم يبقى لعيب كره قدم طبقا للائحه. طبقا للائحه. ليه؟ لان هو مفترض على الاقل بيقول لك ان هو يعني يجب ان يكون لعب سنتين على الاقل في اي مرحله سنيه من المراحل. بيفرق الحكم اللاعب على الحكم اللاعب كتير كتير يا كابتن ايهاب. لا خلينا نتكلم بامانه بقى. لا اللي لعب حس بالملعب. انا بالنسبه لي انا اللي ما لعبش ما ينفعش يحكم بالنسبه لي، بعيد عن بقى على اللوائح واللي 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 انا معك. انا دي 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 قناعه عندي. احنا النهارده بنتكلم في موضوع، ما هو انا عشان كده بيحصل ايه بقى؟ بنجيب الناس بتجيب حكم واحد يتسجل في مركز شباب سنه سنتين حتى على الورق. ما ليه بتقول كده؟ هات لي ما يفيد انك انت موجود في الحته ديت. الراجل ما لعبش اصلا ويس. هو بيجيب لك الشهاده، انا لعبت مثلا في مركز شباب كذا. حلو. مده سنتين، خش التحكيم يا بيه. حلو. اتفضل العب. لازم فئه عمريه معينه؟ اي فئه. اي فئه. اي فئه. طيب هو دوت ينفع؟ اللي يحصل كالاتي كده، البعض بيخش التحكيم كمصدر رزق. مش عيب. تمام. وكلنا محتاجين. تمام. واحنا يعني بنروح نلعب عشان ناخد فلوس عشان خاطر نتعايش. ولكن مصدر رزق بس تجتهد فيه وتشتغل. مش موضوع انك انت رايح بقى تاخد تلم ماتشات وخلاص، يبقى عندك هدف. موضوع لجنه التحديث بقى ده اللي احنا بنتكلم فيه بقى النهارده. بنتكلم فيه كابتن. شوف يبقى انا النهارده بننتقم من الحكم وهو صغير، بنشوف اللي عنده استعداد حابب عنده موهبه. وخلي بالك في عنده موهبه ما عندوش. الموهبه دي مهمه جدا جدا. هقول لك على حاجه يا كابتن ايهاب هتستغرب ليه. اقسم بالله الكلام ده صحيح. انا بلعب نهائي كاس مصر ومش عايز اقول لك ان النهائي دوت صعب ان اي حكم ياخده. صعب انك انت تلعب نهائي كاس مصر لان احيانا بيبقى الاهلي والزمالك والحكام بتيجي منين؟ من بره. من بره. الكلام ده كان في 2005، كان نهائي كاس مصر ما بين انبي والاتحاد السكندري. احنا مجموعه حكام محترمه وكل واحد يعني على امل ان هو ياخد النهائي، لان ربما ما يتكررش
وانت موجود في القائمه انك انت تاخد. طبعا فكان من حسن حظي الحمد لله انا خدت نهائي كاس مصر. هقول لك على لعبه وهتستغرب قوي. انا لقيت الكره على مستوى كويس الحمد لله. في دقيقه 30 تقريبا 25 من الشوط الاولاني كان الكره نادي انبي ناحيه المساعد رقم واحد مخالفه خطا وتقريبا الفريقين في منطقه جزاء الاتحاد السكندري. اتعملت اوفر طلع حسام مبروك اساله كده كان بيلعب في انبي طلع بايديه وراح عاملها كده في وسط 12 او 13 لعيب طالعين ونازلين ما انتش شايف انا ما شفتش ولا بكلم بجد ما شفتش غير ان الكره في الجول بس احساس ان هي ما يجيبهاش مش طبيعي لا ولازم انا مش بقول الكلام دوت ان انا اقوله لا لا تعمله بس انا عملتها وكان في ريسك وكان في مخاطره ولازم تاخد قرار تي 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 تروح للاخر ولا انا عارف هي بايده ولا بدماغه بس انا احساسي كلاعب ان دي ما تتلعبش بدماغ خالص ولا في حكم اضافي ولا في سماعات ولا حاجه خالص ما انا عشان كده بقول لك كابتن لا وفي وسط جمهور بقى والكلام ده فرحت له ورحت رايح طبقا للقانون حاسس اسمه خداع وكمان اديته انذار فانا بلعب الماتش يا نهار ابيض ده انت عندك نهائي كاس مصر وربما يكون الجون دوت جون حقيقي طبعًا. طب انت لغيته ازاي؟ بقيت دماغي يعني رايحه وجايه لحد ما الشوط الاولاني خلص تقريبا اتاكدت بين وبعدين بين الشوطين رحت للمخرج كان الحاج ميرت ليما طب اساله قال لي لا لقيت طلعه واضحه جدا وقرارك قرار صحيح ارتحت. مش بقول الكلام ده الحكام تاخد بس ممكن وانت حكم وعمال تراجع نفسك في الملعب تخطا خطا بالظبط بالظبط وده كان بقى الصراع النفسي اللي بيني وبين يا رب هي صح القرار الصح غلط عشان كده بقول ايه يا كابتن ايه بقول كمان ما تلعبش على الحس ولكن لما يكون عندك موهبه بقى نتكلم بقى لو بقى مثلا مش لعبت ولعبت كوره عارف ان دي صعبه ما تجيش عشان كده بقول لازم يبقى لعيب كره قدم لازم يبقى لعيب كره قدم استمتع معاك لكن وقتنا بيخلص لو حابب حضرتك تضيف اي حاجه وهنكرر ده كتير الفتره الجايه لان اللي انت قلته النهارده كلام احنا ما كناش في الفار نمره واحد تمام بشكل علمي خدناه لكن احنا كان عندنا احنا ممكن نعمل الفترات الجايه شويه حاجات كده التطوير ماشي بشكل واضح يعني انا سعيد جدا جدا طبعا لا انا وعدك بالتكرار ده لان انا استمتعت النهارده وعندي في سمعت معلومات جديده والناس سمعت حاجه محترمه نفسها تتطبق الله يخليك ان شاء الله باذن الله تحت امرك يا كابتن كابتن ناصر عباس حكمنا الدولي وان شاء الله ان شاء الله ابارك لك بعد ما تقعد مع الكابتن عصام عبد الفتاح ويحسب لكابتن عصام عبد الفتاح انه بينقي المتميزين واللي عندهم رؤيه الله يخليك يا كابتن اشكرك ربنا يخليك اشكرك كابتن ناصر عباس شكرا لحضرتك كلام مهم جدا سمعناه من الكابتن ناصر عباس واحد من حكامنا الكبار وحكم دولي سابق عنده رؤيه وبيقول لك انا ما تقوليش مبروغ غير لما اقعد اشوف لازم يبقى لي دور واتكلم في نقط مهمه جدا وان شاء الله نقاط عديده هنتكلم بيها في فترات جايه لان الكلام في التحكيم مهم جدا ولما يكونوا اولاد التحكيم اللي عاملينه الازمه واشاهد اشاهد من اهلهم وان شاء الله ان شاء الله الدنيا تمشي بشكل كويس لكن تفرح قوي لما يبقى في تخصص تفرح قوي لما يبقى في احترافيه تفرح قوي لما تبقى في رؤيه في احترافيه وفي رؤيه وفي تخصص بعد الفاصل مع عمر ربيع ياسين والكره العالميه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بحضراتكم في فقرة الكرة العالمية في الأهلي يلي طبعا يوم السبت بيبقى يوم خاص بالدوريات الأوروبية كل الدوريات بتتلعب سبت وحد وبالتالي كان في متعة كروية في لقاءات في الدوري الإنجليزي أبرزها مباراة تشيلسي وأرسنال واللي انتهت بفوز تشيلسي 3-2 كمان بعد يعني دقائق هتتلعب أولى مباريات فريق برشلونة في الدوري الأسباني الساعة 10:15 بتوقيت القاهرة كمان معنا بعض الأخبار اللي هنتكلم فيها وبعض الأزمات اللي موجودة في اتحادات زي الاتحاد النيجيري لكرة القدم والاتحاد الغاني أيضا لكرة القدم لكن قبل ما نروح للأخبار هنروح مع حضراتكم و هنقول لكم يوم السبت وأبرز اللقاءات اللي اتلعبت سواء في الدوري الإنجليزي كمان الدوري الإيطالي أول ظهور لكريستيانو رونالدو وفوز يوفنتوس 3-2 في الدقيقة 92 أكيد مباراة كانت صعبة جدا جدا والدوري الإيطالي دلوقتي بقى خلاص مشاهدين جدد بدأوا يتوجهوا في اتجاه الدوري الإيطالي وبسبب طبعا أن هم من عشاق كريستيانو رونالدو ناس يعني ممكن يكون انتمائها مش للأندية
انتمائها للأفراد وللأشخاص، ودول موجودين في عالم كرة القدم. دوري الإنجليزي كان يعني أبرز اللقاءات اللي اتلعبت. كارديف سيتي تعادل 0-0 مع نيوكاسل، وأفرتون بيفوز 2-1 على ساوثهامبتون. مباراة أكيد طبعا كانت قوية جدا، وأفرتون بينجح أنه يفوز في أولى لقاءاته، يعني بتكلم على أوائل المباريات بتكون مهمة جدا لأي فريق كمان زي أفرتون. أفرتون من الفرق اللي عانت الموسم الماضي، وبالتالي بعد ضم صفقات زي ياريمينا وأمري جوميز من برشلونة بتحاول أن هي تبقى موجودة في التوب 6، وأعتقد أن الموضوع هيكون صعب، لكن الدوري الإنجليزي معودنا دايما أنه مفيش فيه مستحيل. ومباراة ليستر سيتي وولفرهامبتون 2-0 لليستر سيتي. طبعا جيمي فاردي حصل على بطاقة حمراء في الدقيقة 66 لكنه فشل في إحراز أي أهداف. طبعا ليستر سيتي هدف أول عن طريق لاعب وولفرهامبتون خطأ في مرمى، وهدف الثاني جيمس ماديسون في الدقيقة 45. طرد جيمي فاردي حصل في الدقيقة 66، بالتالي ما كانش فيه مشكلة على فريق ليستر سيتي إنه يلعب نص ساعة اللي باقية أو 25 دقيقة اللي متبقية من عمر المباراة بيدافع في نص ملعبه. المباراة كانت على ملعبه، وبالتالي ليستر سيتي خرج من المباراة بثلاث نقاط غالية جدا جدا. وفريق توتنهام هوتسبيرز الفريق الوحيد اللي في الدوري الإنجليزي موسم 2018-2019 ما عملش أي صفقات، وبالتالي المدير الفني المميز جدا شايف أن السكواد الموجود أو اللعيبة اللي موجودة هي أفضل لعيبة موجودة، مش محتاج أن يتم تدعيمه بأي صفقات. كسب فريق فولهام 3-1، لوكاس مورا هدف في الدقيقة 43، وطبعا تريبر في الدقيقة 74، وأخيرا هاري كين اللي مش بيسيب فرصة في أول المباراة تعدي بدون ما يحرز أي أهداف، والمباراة تنتهي 3-1 لفريق توتنهام. أما فريق ويست هام يونايتد أمام فريق بورنموث، بورنموث بيفوز 2-1. بورنموث منذ صعوده إلى دوري الدرجة الأولى الممتاز البريمير ليج قدم موسم ماضي رائع جدا. كمان ويست هام بعد خسارته الأولى أمام ليفربول بنتيجة 4-0، خسارة تانية على التوالي أمام فريق بورنموث اللي أنا شايف هيكون الحصان الأسود زي ما هو مكمل في الدوري الإنجليزي. وأخيرا والمباراة اللي كانت مرتقبة ما بين تشيلسي وأرسنال، واللي هيكون فيه كلام سريع بعض النقاط اللي هقوله أو بعض النقاط اللي هقولها الخاصة بمباراة أرسنال وتشيلسي، يفوز فريق تشيلسي 3-2. طبعا محمد النني لم يشارك في المباراة الأولى والمباراة الثانية، كان موجود على مقاعد البدلاء لكن لم يتم استدعائه في المباراة بشكل عام، واكتفى يوناي أمري بال11 لعيبة اللي كانوا موجودين في بداية المباراة مع ثلاث تغييرات، وكان من ضمنهم طبعا أو عدم وجود محمد النني من ضمن الثلاث لعيبة اللي يوناي أمري استعان بيهم خلال المباراة. لكن خلونا نتكلم على يوناي أمري ومشجعين أرسنال اللي عندهم أكيد خيبة أمل وعندهم طاقة سلبية كبيرة جدا بخسارتين على التوالي. لكن لما نيجي نبص على جدول الدوري الإنجليزي، الأرسنال دوري صعب جدا أو جدول صعب جدا. أول مباراة أمام مانشستر سيتي البطل الفريق المكتمل اللي عنده كل مركز، عنده 3-4 وكلهم على أعلى مستوى، طبيعي جدا سيتي يفوز بالإمكانيات بالفلوس اللي موجودة بالقدرات. تشيلسي مان سيتي آسف قوي جدا، وبالتالي كمان أنت بتلعب ضد تشيلسي على ملعبه مع مدير فني جديد مع صفقات تم تدعمها مع فلوس، الفلوس اللي بتحكم كرة القدم دلوقتي. السيتي مع فلوس، تشيلسي مع فلوس، أرسنال ماديا أقل بكتير منهم. وكمان زي ما أنا بقول لحضراتكم إن صعب جدا أو حرام نحكم على يوناي أمري من خلال تجربتين غاية في القوة، وبالتالي لسه مستنيين هنشوف يوناي أمري إزاي هيقدم موسم مع أرسنال، إزاي هيقدر يخلي مشجعي أرسنال ساتسفايد. عندهم إشباع طبعا من إن شاء الله نتمنى أنه يقدم مستويات طيبة جدا في الفترة القادمة، وكمان نتمنى مشاركة لاعبنا والنجمنا المصري محمد النني اللي إن شاء الله يكون متألق ويعمل فارق. وبالمناسبة عشان بس كلام كتير كان بيقال على انتقاله إلى مارسيليا، يعني في كلام بيتقال لكن لحد وقتنا هذا يوناي أمري لما تسأل في المؤتمر الصحفي على أبرز الأسماء اللي أنت ممكن تستغنى عنها الفترة القادمة لم يذكر اسم محمد النني على الإطلاق.
دوري الإيطالي، كييف وفيرونا ويوفنتوس 3-2. برناردسكي بينجح في إحراز هدف الفوز في الدقيقة 93 من عمر المباراة، رونالدو شارك في المباراة من أولها لأخرها، شارك في مركز رأس الحربة. أكيد طبعا بيحاول أليجري أنه هو يستثمر تقدم سن رونالدو مع الإمكانيات اللي عنده في أنه هو يعمل مجهود أقل باستفادة أكبر. طبيعي جدا على الأجنحة مش هيكون ليه دور مؤثر زي ما هو موجود في منطقة الجزاء. ولاتسيو ونابولي مباراة بتقام حاليا، مباراة قوية جدا جدا. أما الدوري الفرنسي أبرز اللقاءات، باريس سان جيرمان بيفوز على جانجون 3-1، نيمار بيجيب هدف أول ومبابي بيجيب هدف الثاني والهدف الثالث. طبيعي جدا هيمنة من النجمين البرازيلي والفرنسي في الدوري الأسباني. وزي ما احنا قلنا حضراتكم، برشلونة بيلعب أو هيلعب الساعة 10:15 مع ديبورتيفو ألافيس، مباراة تكون قوية جدا جدا. نتمنى إن شاء الله إن هو ينال يعني النهاردة تكون كده وجبة كروية نستمتع بها كلنا سواء في الدوري الإنجليزي والإيطالي وأخيرا الأسباني. ونبدأ مع حضراتكم سريعا آخر الأخبار اللي موجودة على السوشيال ميديا، على الصحف وعلى المواقع. أبدأ مع حضراتكم بالدوري الإيطالي، وإسباليتي الميركاتو الصيفي للإنتر جيد. إسباليتي بعد ما جدد تعاقده مع إنتر لموسم 2021، شايف إن الصفقات اللي أبرمها فريق إنتر ميلان الموسم الحالي هي جيدة، ويقدر إن هو ينافس بيها على بطولة الدوري الإيطالي. أكيد طبعا يعني معنا بعض الكواليس الخاصة فريق إنتر، معنا بعض الكواليس اللي موجودة في الدوري الإيطالي، لكن أبرز الصفقات اللي موجودة لفريق إنتر طبعا النينجا نيانجولان القادم من صفوف روما، بنتكلم على ستيفن ديفري القادم أيضا من صفوف لاتسيو إلى صفوف إنتر. وبالتالي سباليتي شايف أنه هو بعد التعاقد مع بعض الصفقات والأسامي اللي بقول لحضراتكم عليها، مع وجود إيكارتي مع وجود بيريزيتش النجم الكرواتي اللي غير من كتير جدا من مستواه في كرة في كأس العالم وظهر بمستوى جيد جدا جدا، أكيد هيأثر وهيكون قوة ضربة مع فريق إنتر. زي ما قلت لحضراتكم معنا كواليس ومعنا أخبار من إيطاليا، هنروح لإيطاليا مع صحفي بموقع جول العالمي علشان يطلعنا على ما هو جديد خاص معانا بالإنتر، وهو نيمار روتزاري. مستر نيمار، the founder of SempreInter.com and the journalist at Goal.com. Hello. Hi, how are you? I'm fine, everything is good. It's a pleasure to having you on Al Ahli channel. At the beginning, I want to ask you about what happened between Inter Milan and Real Madrid. In Modric case, we heard that Real Madrid made a complaint against Inter. Is it true? Yes, Real Madrid have apparently filed a report against how Inter behaved, what they perceive as behavior that was that violated the rules regarding players under contract. Yes. However, Real Madrid have a very short memory, because first of all, this is what happened between Modric and Inter is very common practice in the transfer market, in the business. First of all, it was Luka Modric's agent who proposed the player to Inter and not the other way around. Mm. Secondly, Real Madrid would do very wise to remember that this is exactly how they signed every single player they ever signed. This is how they signed Cristiano Ronaldo. This is how they signed Gareth Bale, and this is also how they signed Ronaldo, the Brazilian Ronaldo, back in 2002 from Inter, and this is how they signed Jose Mourinho in the summer in May 2010 from Inter. So it's just a case of Real Madrid not like when the shoe is on the other foot. It's not as fun as it is when you're on the receiving end of it. What do you think? What will happen by the end of this complaint? The FIFA will make a decision, or it will be like nothing? I think that if we were to follow everything, unless any new evidence were to surface, I doubt something would happen from this, because, as I said, this is common practice. Yes. In the business, but then again, this is Real Madrid. Real Madrid and Barcelona, we all know, have a very special position. Yes. In FIFA, and you're going to have to put it in a very diplomatic way, but I struggle to see that anything could come out of this, unless this is based on what we know today. If any new evidence were to come tonight,
that Iker had directly contacted Modric or something like that, that would be a completely different case. However, I doubt that seriously that that happened. Excuse me, I will translate to the people and I'll be back to you. سألته في البداية طبعا كان في مشكلة. سمعنا إن ريال مدريد بيتقدم أو تقدم بشكوى ضد فريق إنتر ميلان بسبب إن فريق إنتر ميلان تفاوض مع لوكا مودريتش بطريقة غير شرعية وهو متعاقد مع نادي. سألت مستر نيمع على هل ده صحيح؟ قال لي بالفعل صحيح، لكن هو وكيل مودريتش هو اللي عرض مودريتش على فريق انتر زي ما حصل مع رونالدو، وكيل رونالدو هو اللي عرض رونالدو على يوفنتوس. واتكلم كمان قلت له طب في الاخر انت شايف ايه اللي ممكن يحصل؟ هل ممكن الفيفا ياخد قرار ولا ممكن ما يكونش ما يحصلش اي حاجه؟ قال لي يعني ما فيش دليل بيدين فريق انتر ميلان، لكن في الاول وفي الاخر برشلونه وريال مدريد بيكون ليهم معامله خاصه من الفيفا، وده طبعا اكيد كلنا عارفينه. مستر نيما، اي وونت تو اسك يو اباوت اولسو ا كومبلين that Inter Milan made a complaint against the president of the La Liga. Is it because of the first thing that we talk about the complaint from Real Madrid? No, this is completely separate because the president of La Liga went out and said that that basically making a distinction, saying that teams like Inter who have no money, who are state funded, you know, saying that Inter have the same financial situation as, for example, PSG is. I mean, PSG, as everyone knows, is owned and operated by Qatar. Yes. Inter is not. Inter is owned by Suning, and Inter have followed, have an agreement, a settlement agreement between Inter and UEFA to follow the parameters set out in the financial fair play rules to follow that. So what he said was completely unfounded and completely untrue. He was saying that, I don't know where Inter get their money from. They have no money. They are backed by a state. This is completely untrue. Suning is a private company. It's a Fortune 500 company. It's one of the richest companies in the world. It's one of the biggest companies in the world. And they're not allowed to pump in money into Inter freely because of several things. Number one being the Chinese government's restrictions on non-essential business areas. And football obviously not qualifying as such. And second of all, the fact that Inter have followed and applied the settlement agreement that they struck with UEFA to be a self-sufficient club and have followed that to a T. So basically Inter feel, you know, are suing him for defamatory and libelous statements, I would say. سألته على في نفس الوقت رئيس نادي انتر ميلان او نادي انتر ميلان عمل شكوى ضد رئيس رابطة الاسبانية لليغا، قلت له هل ده ليه علاقة بشكوى ريال مدريد لنادي انتر ميلان؟ قال لي لا، دي يعني منفصلة بسبب ان رئيس الليغا اتكلم على انتر ميلان بطريقة فيها عدم احترام لميثاق التعاقدات اللي موجود. قال ان فريق انتر ميلان ما عندوش فلوس موجودة في النادي يتعاقد بها مع لعيبة، لكن بيتم ضخ اموال من الخارج علشان يتم التعاقد بها مع لاعبين ونجوم زي ما شفنا في الانتقالات الصيفيه، وكمان بيفاوض لعيبه زي مودريتش، فبالتالي ده امر مش سليم. فريق انتر ميلان ماشي على مواثيق الفيفا وماشي على طبعا اللوائح اللي موجوده، وضرب مثال بفريق باريس سان جيرمان اللي كان عنده مشكله مع الفيفا والفيفا اتفق معاه ان هو يصحح اوضاعه في الفتره القادمه. بس نيما، اي ويل اسك يو اباوت ايكاردي. ايكاردي از باك اجين تو ذا ناشونال تيم سكواد اند ميسي از اوت. Do you think Icardi will be the star of the national team in the coming days and will affect him with the Inter in the Calcio? Well, I think now anything Argentina's very poor display in the World Cup proves that they need to recalibrate and rebuild from scratch. Yes. And I think one of those, you know, the players that they need to rebuild around are players like Mauro Icardi, Paulo Dybala, Lautaro Martinez, etc. I think the Higuains and the Messis are a little bit, you know, they've all peaked and they need to be phased out. I think Mauro Icardi will be the number nine for Argentina, the starting number nine for Argentina for the next 5-6 years to come, because the guy is—he's a killer. He's an absolute killer. I mean, if you look at his statistics, in terms of how many touches he has on the ball in the penalty area, how many shots he gets away on goal, and how many goals he scores, it's simply phenomenal. So I think he will be part of the Argentina setup. Now, will this have an effect on how he plays for Inter? It will almost certainly have an effect, because you know, traveling back and forth between South America and Europe does affect the players.
You know, Inter have been lucky to be able to have a striker like Mauro Icardi completely to themselves without having, you know, having a very, it's been a very unique situation that they've been able to keep him at the training ground when the international break, because this guy should have been called up long, long ago to the national team, but he wasn't due to non-related football matters, we should put it in a more diplomatic way. سألته على وجود إيكاردي أو رجوع إيكاردي تاني إلى منتخب الأرجنتين وعدم وجود ميسي في الفترة القادمة، بالتالي إيكاردي هو هيكون نجم الشباك الأول، وقال ممكن ده يأثر عليه بشكل إيجابي في فريق إنتر. قال لي إيكاردي واحد من المهاجمين المميزين جدا في أوروبا وكمان داخل منطقة الجزاء، كان مظلوم أو ظلم أنه ما يكونش موجود مع منتخب الأرجنتين في بطولة كأس العالم، لكن إيكاردي أكيد يعني الأرجنتين محتاجة أن هي تعيد بناء منتخبها من أول وجديد بسبب الإخفاق اللي حققوه في بطولة كأس العالم، وبالتالي أكيد وجود إيكاردي مع المنتخب أكيد هيأثر عليه بشكل إيجابي جدا سواء مع المنتخب أو مع نادي إنتر. Spalletti was happy about the summer transfer window and he spoke about that in the press and the news. Do you think that Spalletti made a good transfer window this season? I think Spalletti is extremely happy with what happened in the summer. And he said so today, as you alluded to. Inter, I mean, this is without a shadow of a doubt the best transfer summer Inter have had since the summer of 2009. Yes. That now almost legendary summer of 2009 when they sold Ibrahimovic and replaced him with 5-6 players that were starting lineup, and then they won the treble. This is the best summer Inter have had simply because they've strengthened where they needed to strengthen, and they have sold the players they needed to sell, with the exception of João Mario. But having said that, the Spanish transfer window doesn't close until the 31st, you know, at the end of August. So there's still a chance that he could leave to go to Spain. But other than that, as Spalletti, several Italian media have pointed out today, Spalletti has no excuse because this summer he's literally been given everything he wanted and asked for this summer. And so now it's up to him to get this team to blend, gel, to play like a team and to deliver the result. My second question is a part of the first one. Do you think that Inter Milan can compete this season with Juventus? We all know that Juventus made a lot of transfer summer this season, but you know that Ronaldo, of course, he's a huge player and he's a superstar. But do you think Inter can compete with Juventus this season to win the Serie A? I don't think any team can compete with Juventus to win the Serie A this season, because Juventus is the side that's won the Serie A 7 years in a row. Yeah. And they have strengthened in a way that few teams have the possibility and the ability to do. I think for Inter, this is the first time Inter are in the Champions League for 6 years. For Inter, it's about, you know, getting, you know, finishing, you know, getting the routine in of finishing in the top four, top three, top two. I think, you know, teams the same way that Napoli and Roma now have Yes. that routine. For Inter, I mean, everything is possible, but I mean, anything other than Juventus winning the Serie A title for a record 8th season in a row is, in my opinion and my analysis, a huge upset, because they are the team to beat, no doubt. And Inter have not been in this situation, have not been in the top two since 2011. Mm. That was almost, you know, that's 7 years ago. And these things, you know, that matters a lot. So I think for Inter, this season is about improving on the previous one. Yes. Finishing maybe in the top three, going to the semi-final of the Coppa Italia. Right. From the Champions League, yeah. Yeah, so Mr. Nima Rodzali, thank you so much for your time. And of course, we will have you again on Al Ahli channel. Thank you so much for your time. كان معايا مستر نيما روتساري طبعا صحفي بموقع جول العالمي ورئيس موقع sempreinter.com. واخر سؤال سالته على هل تعتقد ان فريق انتر قادر على المنافسه على اللقب بعد ابرام التعاقدات اللي اتكلمنا عليها؟ قال أو ينافس يوفنتوس. قال لي ما حدش يقدر ينافس يوفنتوس، مش هنضحك على بعض، لكن انتر ميلان بيحاول ان هو
يحقق موسم أفضل من الموسم الماضي، على الأقل يكون موجود مركز تاني مركز ثالث. في آخر فترة روما ونابولي هم اللي مستحوذين على التاني والثالث، وبالتالي فرصة كبيرة لسباليتي بعد ما الإدارة أعطته كل شيء وديته كل الصلاحيات إن هو يقدم موسم طيب مع إنتر. عشان وقتنا بيجري مع حضراتكم، عايزين سريعا نبدأ الفيديوهات اللي موجودة معنا، وأبدأ مع حضراتكم سريعا بلقاء السوبر الأوروبي اللي انتهى ما بين ريال مدريد وأتلتيكو مدريد بمفاجأة بفوز أتلتيكو مدريد 4-2، أول لقاء لريال مدريد بدون رونالدو، وبالتالي شفنا معنويات سلبية على فريق ريال مدريد داخل الملعب، عدم وجود رونالدو مش بس في مستوى ممكن يأثر مع فريق ريال مدريد، لا ده احنا بنتكلم على عامل نفسي، بنتكلم على قائد، بنتكلم على واحد من أفضل اللعيبة اللي جم في تاريخ العالم كلاعب كرة قدم. تعالوا نروح نشوف أتلتيكو مدريد وفوزوا 4-2 على ريال مدريد، ونرجع نكمل مع حضرة. موقع اليويفا بعد ما ديجو كوستا أحرز هدفه الأول في الثانية 50، عمل فيديو جمع فيه كل الأهداف اللي جت في الدقائق أو الثواني الأولى في تاريخ بطولات اليويفا. فزي ما حضراتكم شفتوا مش بس ديجو كوستا هو صاحب اسرع الاهداف اللي موجوده في بطولات الاتحاد الاوروبي، لا ده كمان في بعض الاهداف اللي هنشوفها مع حضراتكم من خلال الفيديو اللي موجود على الموقع الرسمي لويفا.com اللي احنا هنشوفه من خلال الفيديو اللي هنشوفه مع حضراتكم. شفنا اهداف في الثواني 6 و7 و8 و10 و50 ثانيه، بسم الله ما شاء الله، يعني اهداف كلها سريعه جدا، وبالتالي هي دي اللي بتزيد من حلاوه كره القدم. لسه مكملين معاكم فكره الفيديوهات، ونروح ل يعني اكيد موهبه فذه، كل اللعيبه البرازيليه لعيبه مميزه جدا وعندهم مهارات، صعب جدا ان نلاقي لاعب عنده المهاره اللي عند اللاعب البرازيلي، عشان كده هنروح نشوف ويليام في ستانفورد بريدج بيعمل ايه بكره القدم اللي بيتحكم فيها بشكل غير طبيعي. Get it. Yes, Mo. Woo! Sick. Sick. Yes. Show some grounds. Show some grounds. Ooh! Oh my God. من لاعب برازيلي للاعب أرجنتيني، لاعب أكيد مميز وأفضل من أفضل اللعيبة اللي لمسوا كرة القدم على الإطلاق، ليونيل ميسي دايما بيبهرنا. تدريبات برشلونة شغالة، وبالتالي ميسي جات له فكرة ان ازاي يقدر يحرج مراسل وهو واقف بيعمل لقاء صحفي. هنشوف ازاي ميسي قدر يعمل اللي اعتقد صعب جدا جدا اي لاعب كره قدم طبيعي يقدر يعمله، لكن مع ميسي طبعا مفيش مستحيل. ميسي ما حدش يقدر يعني يعمل اللي احنا بنشوفه ده غير هو ليونيل ميسي، لاعب برشلونه ولاعب المنتخب الارجنتيني، بصراحه يعني بيبهرنا بمهاراته العاليه جدا. ديلي ألي بعد ما احرز هدف مع توتنهام في الاسبوع الماضي بدا انه يحتفل احتفال يعني غريب شويه، هنشوف الصوره مع حضراتكم عشان نعرف ازاي ديلي ألي عمل او بدا ان هو يحتفل قدام حضراتكم احتفال يعني بيلخبط الواحد، مش عارفين احتفال ده اولا بيتكلم على ايه، لكن حركه الايد صعبه جدا، فبالتالي عملوا تشالنج في انجلترا اسمه ديلي ألي تشالنج، شارك فيه نجوم كتيره جدا، في منهم اللي عرف يقلد الحركه اللي ديلي ألي عملها، وفي فيهم اللي فشل، فهنشوف ابرز النجوم اللي عمل التحدي ديلي ألي ومين فيهم اللي نجح ومين فيهم اللي فشل من خلال ديلي ألي تشالنج. Go.
فاكرين حضراتكم لما اتكلمنا من كذا حلقة عن ان الاندية بره بتحاول تعمل جو في من خلال تقديم كل لاعب بيتعاقد مع النادي. شفنا سانتي كازولا مع نادي فياريال وفقرة الساحر اللي ابهرت العالم كله. نادي سانت تيان يعني بينتهز فرصة كيكي تشالنج واللي مشهور جدا وكلنا اكيد تابعناه وشفناه من خلال الفيسبوك والانستجرام، وبدأ ان هو يستعين بالطريقة دي في تقديم لاعبه الجديد ريمي بعد تعاقده مع نادي سانت تيان اللي اكيد كانت على تحدي كيكي تشالنج. اكيد طبعا يعني حاجات فيها ابهار، حاجات فيها نوع من انواع الجذب للسوشيال ميديا، فعشان كده جبنا لحضراتكم ازاي نادي سانت تيان تعاقد مع ريمي لاعبه الجديد وازاي قدمه لوسائل الاعلام من خلال كيكي تشالنج. And I need you, and I'm down for you always, KB. Do you love me? Are you riding? Baby, mais c'est vrai, ça suffit de vie, on va travailler. On n'est pas venu pour s'amuser, ok? Allez, on travaille. اخيرا الى كل مشجعي رونالدو مش ريال مدريد، اللي بيشجعوا رونالدو وعندهم التيشيرت الخاص بيه ولا هيدفعوا فلوس في شراء التيشيرت الثانيه لنادي يوفنتوس، عامل لهم فيديو بنقول لهم ازاي تحتفظ بتيشيرت رونالدو لكن من ريال مدريد ليوفنتوس باقل تكاليف ممكنه. هنشوف ازاي ممكن تعمل كده من خلال الفيديو اللي احنا هنعرضه لحضراتكم دلوقتي، ان انت يعني تقتصد في فلوسك وتوفر من خلال تحويل تيشيرت رونالدو من ريال مدريد ليوفنتوس يعني ملالي. هنشوف ونرجع نكمل مع حضراتكم. يعني فقره اقتصاديه ما فيش احسن من كده. بيقول لي مشجعين رونالدو مشجعين ريال مدريد هيحتفظوا بالتيشيرت زي ما هم عارفين دي سنه الحياه، وبالتالي اللاعب لازم ينتقل من نادي لنادي وهي مرحله بتنتهي ودي سنه الحياه. كنا مع حضراتكم في الاهلي الليله من الساعه 7 وحتى الساعه 10 مع زميلي العزيز الاستاذ ايهاب الخطيب وايضا زميلي العزيز امير هشام. كنا معاكم من خلال 3 ساعات. اشوفكم ان شاء الله بكره في حلقة جديدة من الأهلي ليلة. نشوفكم على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.